شكرا للزميل طارق الحمادي، شكرا للكابتن زبير بيا والكابتن فهد علي. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، احبتي الكرام اينما كنتم، هذه اجمل تحيه مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بان التقي مع حضراتكم من هنا من استاد محمد بن زايد، حيث هذه المباراة التي تجمع فريقي الجزيرة وشباب الأهلي في ثاني أيام هذا الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله بأن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة والأمة الإسلامية والعربية بكل خير وأمن وسلام. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، في الجولة رقم 20 من بطولة دوري الخليج دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 19 جولة سابقة، الجولة رقم 20 تأتي في افتتاحية هذا المساء في مباراتين في نفس التوقيت. هذا اللقاء الذي سيكون أمام حضراتكم والذي يجمع الفريقين الجزيرة والشباب الأهلي، ولقاء النصر والشارجة أيضا اللي يقام في نفس توقيت هذه المباراة، على اعتبار بأن الجزيرة وشباب الأهلي والشارجة يشاركون في بطولة دوري أبطال آسيا، وبالتالي يفتتحون لقاءاتهم أيضا في بداية هذه الجولة وقبل الفرق الأخرى. ونتمنى للمشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا بأن يكونوا قادرين على تقديم أفضل مستويات لهم في المرحلة القادمة والمرحلة المقبلة، والتي نتمنى بالتأكيد بأن نشاهد من خلالها نتائج أفضل من النتائج التي سبقت في السنوات الماضية. ميلوس يتلقى جائزة الفانتسي على اعتبار بأن صاحب أكثر معدل في النقاط في الجولة الماضية ب 18 نقطة، وبالتالي المدافع الهداف واحد أسلحة الجزيرة التي تظهر عندما يحتاجون إليه بالتأكيد اللاعب ميلوس، والذي بالمناسبة سجل هدفا في مرمى الشباب الأهلي في الموسم الماضي في الوقت بدل الضايع في رحلة ذلك المدرب الواضح في الصورة كايزر عندما حقق لقب بطولة الدوري في العام الماضي. بالتأكيد كان على أرضية هذا الملعب يومها سجل ميلوس هدفا يتذكره الكابتن مهدي علي، ووقتها كان الفريقين يلعبان أكبر الأدوار في الموسم الماضي، على اعتبار بأن الرجل الواضح قبل قليل في الصورة مهدي علي سيطر على الكؤوس في العام الماضي بثلاثة ألقاب مع شباب الأهلي، وفريق الجزيرة فاز بلقب الدوري وضرب موعدا في سوبر هذا الموسم. يومها فاز فريق الجزيرة بركلات الترجيح في تلك المباراة، صافرة حكم المباراة أيضا عمار الجنيبي وضربة الميداء لشوط المباراة الأول لهذا اللقاء الذي يجمع بين الفريقين. في العام الماضي لقاء الفريقين في الدور الثاني كان مختلفا تماما عن الوضعية التي نشاهد فيها هذا اللقاء، أتحدث على مستوى التنافس، على مستوى الفريقين، أتحدث أيضا على مستوى الحضور الجماهيري في ذلك الوقت بين الفريقين. علي مبخوت بيرسل كرة في مكان سليم، ربيع يحاول لكن الكرة أيضا بتتخلص، والكرة بتتحول بعد ذلك من جديد إلى خارج الملعب، ضربة ركنية سريعة لمصلحة فريق الجزيرة. عمار الجنيبي سيكون حكم ساحة في مباراة اليوم، مساعد أول سيكون أيضا أحمد الراشدي، مساعد ثاني جاسم عبد الله، والحكم الرابع نواب بالتأكيد إلى جانب الحكام المتواجدين في تقنية الفار. كل التوفيق للفريقين، كل التوفيق لطاقم التحكيم أيضا في قيادة هذه المباراة التي تأتي أشبه بالنداءات الأخيرة، إن كانت هناك نداءات أخيرة في مسألة التنافس في بطولة الدوري، وإن كان هناك من سيستجيب لهذه النداءات، على اعتبار بأن المسائل حسابيا لم تنتهي حتى الآن ولم تحسم في بطولة دورينا الذي نشاهده والذي نستمر في تغطيته والذي يعود بعد فترة توقف كانت بعد مشاركة الأبيض الحبيب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عندما فاز على كوريا الجنوبية وحجز مركزا يضمن له لعب مباريات الملحق
والتي ستكون أمام المنتخب الأسترالي، ولنتمنى فيها التوفيق بالتأكيد للأبيض الحبيب بالرغم من معرفة الكثيرين بمدى صعوبة المهمة، لكن يجب بأن نقاتل عليها، ويجب بأن يقدم اللاعبون ما قدموه في مباراة كوريا الجنوبية حتى نحاول ونتمسك ولو ببصيص أمل في الوصول إلى التظاهرة التي غبنا عنها لسنوات طويلة، وتحديدا منذ الوصول في عام 90 الوصول الأول والوحيد حتى الآن للكرة الإماراتية. باتجاه علي مبخوت، بدون بيرسل الكرة في مكان باتجاه عبد الله ديابي. ما تحدثنا عن تشكيلة الفريقين، الكرة تعود بعد ذلك من جديد في مكان في نص الملعب، بتصل الآن عن طريق اللاعب محمد العطاس. محمد العطاس اللي بدوره بيرسل الكرة في مكان في نص الملعب في مكان باتجاه عبد الله النقبي، تصبح لمصلحة فريق نادي شباب الأهلي. وليد عباس عادت بعد ذلك إلى حارس المرمى حسن حمزة اللي بدوره بيرسل الكرة في مكان بعد ذلك إلى خارج الملعب رمية تماس. رح نتكلم عن التشكيلة، رح نتكلم بالتأكيد عن التصريحات، عن الخلفيات، عن هذه الوضعية، عن هذه المباراة التي تشاهد فيها المدرجات وتظل لوهلة واحدة بأن الفريقين أيضا تعرضا لعقوبة منع الجماهير، اللي نعرف العين والوحدة معاقبين وليس الجزيرة وشباب الأهلي، لكن أيضا هنا تشاهد مباراة بمدرجات شبه خالية إلا من قلة من الجماهير الحاضرة. بالتأكيد نعم النتائج بشكل أو بآخر تنعكس على حضور الجماهير في المدرجات، لكن حسابيا المسألة ما زالت قائمة، الفرصة ما زالت بالتأكيد مستمرة. فريق الجزيرة قبل هذه المباراة يتواجد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 جولة، وبالتالي فارق النقاط فيما بينه وبين المتصدر 8 نقاط، منها أيضا جولة ستشهد مواجهة مباشرة بينهم، وبالتالي فريق الجزيرة عليه أن يتمسك بالتأكيد بفرصة المتبقية في الجولات الماضية. إن كانت الفرصة صعبة بالنسبة للشباب الأهلي والذي تراجع كثيرا جدا واللي وصل فيما بين الفارق مع فريق العين المتصدر إلى 16 نقطة كاملة، ولا شك بأن ذلك سيكون من الصعب بل من الاستحالة تعويضة في بطولة الدوري في الجولات المتبقية. وإن كان الشباب الأهلي يصل إلى نهائي كأس الرابطة على اعتبار بأنه يريد أن يحافظ ولو على الأقل على كأس واحدة من الكؤوس التي كان وقد حققها في العام الماضي. كرة بتتحول الآن في مكان باتجاه علي مبخوت، يحاول فيها في الصافرة وخطأ يحتسب حكم المباراة. علي مبخوت أعظم هداف في تاريخ دورينا ب 177 هدف، هدفين سجلهم في الدور الثاني في مرمى فريق اتحاد كلبة وهدف في مرمى فريق الظفرة، وصل به بالتأكيد إلى هذا الرقم، والذي يحاول الآن من خلاله أن يستمر في مساندة فريقه والعودة مرة أخرى لما كان عليه في العام الماضي، لعله واحد من أقل مواسم علي مبخوت رقميا بالتأكيد بالنسبة لفريق الجزيرة. لكن سنتحدث بالتأكيد بشكل مفصل وننتظر من سيبدأ الحديث في هذه المباراة. المباراة ينقص الكثير من الأمور، لكن على الأقل نتمنى لأن لا تغيب الفرص ولا المتعة ولا الأهداف. علي مبخوت وبجانبه بالتأكيد المدفع الكبير والسلاح الجزراوي الثقيل مينوس الذي يريد أن يتقدم في كرة ثابتة على ذكريات الموسم الماضي في مرمى الشباب الأهلي، لكن مبخوت قوية حارس المرمى على مرتين يتصدى في هذه اللقطة، والكرة بتتحول بعد ذلك باتجاه حارس المرمى حسن حمزة. بيرسل الكرة في مكان، اليوم المدرب مهدي علي يبدأ بحسن حمزة في حراسة المرمى، يبدأ باللاعب هيكل محمد مرزوق وليد عباس بدر ناصر في خط الظهر، يبدأ بماجد حسن عبد الله النقبي بنور الله، يبدأ بجوستافو بيليه توماس النرويجي. هذه تشكيلة المدرب مهدي علي، والكرة تصل بعد ذلك في مكان إلى بدر ناصر عرضية، لكن الكرة ستصل إلى علي الصيف اللي يبدأ في تشكيلة كايزر أساسيا أمام العطاس وخليفة
خليفة الحمادي وميلوس ومحمد ربيع. في نص الملعب سيكون سيريرو وعبدالله رمضان، أمامهم برونو، وفي المقدمة ديابي، زايد العامري، علي مبخوت. هذه تشكيلة فريق نادي الجزيرة في مباراة اليوم. يستمر غياب سالم راشد وخلفان، وينضم إليهم تراوري وكوليبالي بالنسبة للجزيرة، بينما يغيب عن شباب الأهلي كارتابيا ماجد ناصر، ويستمر غياب عموري ومهدي قائدي في دكة المدراء بقرار من مهدي علي. الله على التمريرة، من التمريرة هدف، من التمريرة هدف، حتى ركلة جزاء، فرصة انطلاقة أولى في اللقطة الماضية. لا 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 لا، الصناعة كلام كبير، الصناعة كلام كبير في اللقطة الماضية. شوف عبدالله رمضان لاعب الوسط اللي لما يكون مروق، شوف اللقطة. لا 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 لا، عبدالله رمضان فطورة خفيف اليوم، شوف اللقطة، شوف اللعبة. لكن ماذا يشير الحكم؟ هل هناك راية وتسلل على علي مبخوت في اللقطة الماضية؟ وبالتالي نعم، القرار يلغى والكرة بتتحول لمصلحة شباب الأهلي اللي يتنفس الصعداء في اللقطة الماضية، بعد أن كانت هناك فرصة انفراد بالنسبة لفريق الجزيرة وتحديدا للاعب علي مبخوت. الآن نشوف عمار الجنيبي والحديث مع تقنية الفار، والحديث بالتأكيد عن هذه اللقطة وهذه اللعبة. ماذا سيحدث؟ ماذا سيقرر؟ الآن الحكم يشير إلى استمرار اللعب ويصادق على قرار التسلل. وثمان دقائق مشاهدينا متابعينا في كل مكان مرت من زمن شوط المباراة الأول. التعادل السلبي مستمر في المواجهة رقم 71 في تاريخ لقاءات الفريقين الكبير في دورينا. بالتأكيد الكرة بتصل إلى بدر ناصر، بدورة بيرسل الكرة في مكان في انطلاقة، لكن الله على قطع الكرة. سريرو بعد ذلك إلى مبخوت، مبخوت بيرسل الكرة في مكان بعد ذلك إلى برونو، لكن مقطوعة والكرة بتتخلص والكرة تعود. فريق شباب الأهلي ذكرت بالتأكيد بأن يفتقد اليوم لخدمات كارتابيا، لكن الآن يحاول اللعب غوستافو اللي بدورة بيرسل الكرة في مكان إلى بيليب، وهو آخر من سجل في مرمى الجزيرة في لقاء السوبر بين الفريقين يومها انتهى 1-1. سجل بليل لشباب الأهلي، سجل عبدالله رمضان في الوقت الأخير لفريق الجزيرة، واستطاع بعد ذلك بركلات الترجيح فريق الجزيرة أن يكسر عقدة بطولة السوبر التي عاندته طويلا. واليوم يأتي إلى هنا بطلا للسوبر، متمسكا بآخر آماله في المنافسة على بطولة دورينا. يا سبحان الله، بين الدور الأول وبين الدور الثاني بين الفريقين. لا لا، بس تذكرت أن الفريقين طالبين حكم أجنبي في الدور الأول. تخيل الوضعية، تخيل مسألة التنافسية، تخيل مسألة فارق النقاط، مسألة الطموحات، الحافز. كان حكم أجنبي في الدور الأول، وكان أول مباراة تشهد عودة للحكم الأجنبي. الآن في هذه المباراة الحال تغير، الوضع تغير، شباب الأهلي تراجع كثير، فريق الجزيرة يحاول من بعيد أن يعود، وحكم المباراة عمار الجنيبي. شوف هذه اللقطة، هل احتسب التسلل في اللقطة الماضية على جسم علي مبخوت في اللقطة الماضية أم كان متسللا؟ شوف اللقطة اللي كان فيها احتجاج، وهذه اللقطة اللي فيها خطأ، وعبد الله ديابي بيرسل كرة في مكان. لا شك بأن المتابع لفريق الجزيرة في العام الماضي والمتابع لفريق الجزيرة في هذا العام سيعرف كثيرا بأن هناك الأمور تغيرت، لكنها قد تعود، لكنها قد تعود. انظر إلى زايد، زايد يصوب، العارضة تهتز، الفرصة بتضيع، لكن فريق الجزيرة مشاهدينا متابعينا وكأنه يقترب أكثر فأكثر في اللقطة الماضية، واللعبة اللي بتتحول بعد ذلك من جديد مرة أخرى لمصلحة فريق الجزيرة. أكثر خطورة، أكثر سيطرة. كنت أتكلم عن الجزيرة في العام الماضي، الله يهو فريق كان يلعب
كرة قدم ممتعة، الكرة بين أقدام لاعبي، هذا الشيء من العام الماضي. علي يرسل الكرة في مكان، استلام إلى سيريرو، سيريرو إلى علي، لو حتى الكرة ما زالت، لكن بدر ناصر يقطع الطريق والكرة تصل إلى اللاعب غوستافو، إلى نور الله. نور الله صاحب هدف الفوز في الدور الأول بين الفريقين، المباراة اللي انتهت 2-1، يوري سيزار ونور الله لشباب الأهلي، لكن لا 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 لا، الجزراوية بدري 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 ناوين الآن، انظر الآن مدفع إفطار الجزيرة قد يضرب مبكرا إن استمرت الأمور بهذه الصورة، سيطرة استحواذ تحكم رمضان في نص الملعب، بيرسل الكرة في مكان إلى العطاس، العطاس بيرسل الكرة إلى مينوس، لم تنتهي الأمور بالنسبة لهم، بالذات إن فازوا في هذه المحطة، بالذات إن تجاوزوا شباب الأهلي في مباراة اليوم. الكرة بتصل الآن، عبد الله ديابي بيرسل الكرة في مكان، استلام، محاولة فيها تمريرة، يا سلام، انظر إلى الوانتو، لكن الكرة طالت بعد ذلك على خليفة الحمادي وتحولت إلى حارس المرمى حسن حمزة. هذا بدر ناصر، كما ذكرت الموسم في اختلاف بين للفريقين، بين هذا الموسم والموسم الماضي، وضع طبيعي نشاهده في هذا الموسم، أو لا والله وضع غير طبيعي، والله مو بوضع طبيعي. نعم فريق الجزيرة تأثر في اختياراته على مستوى الأجانب، التغيير اللي حدث على مستوى الأجانب لم يكن موفقا، وهذا أمر واضح جدا، ونشاهد بعد ذلك رحيل فيكتور جواو في الوقت الذي سجل فيه بعض الأهداف اللاعب عبد الله ديابي، لكنه لم يقدم الإضافة الكبيرة والمنتظرة، وهذا كان أمر واضح جدا بالنسبة للفريق. توماس النرويجي وقف، سيطر، بيرسل الكرة في مكان، في استلام، في محاولة للشباب الأهلي، عادت بعد ذلك إلى غوستافو، غوستافو والنقلات الآن على طريقة إدواردو في العام الماضي يريدونها، الكرة بتصل باتجاه بيليم، عادت الكرة وصلت إلى نور الله، وقف، سيطر، عدى قوية، لكن الكرة تصل إلى حارس المرمى علي خصيب في اللقطة الماضية. الأمر أيضا بالنسبة لفريق شباب الأهلي لم يكن جيدا على مستوى استقطابات الأجانب، شاهدنا الكثير من المباريات التي اعتمد فيها المدرب مهدي علي على المحليين، والآن التمريرة، والآن الكرة، المباراة سريعة، لا توجد معلومة كاملة حتى الآن إلا وتكاد أن تأتي فرصة وتقطعها، مرزوق يقطع عن طريق، شوف الكرة وشوف المحاولة اللي كانت بالكعب، وشوف رمضان، يا سلام، شوف بعد ذلك كرة زايد، الله على جملة كان ممكن يأتي من خلالها، هي من كعب علي، وصلت بعد ذلك إلى لمسات رمضان، تصويبة من زايد، شيء من جزيرة الموسم الماضي، لكن الفرصة تأتي في العارضة، ضربة ركنية عرضية، المحاولة ما زالت، الكرة تصل مرة أخرى من جديد إلى غوستافو وتعود بعد ذلك مرة أخرى. هل يمكن اللحاق بهذا الموسم وما تبقى به من أسابيع؟ هل يمكن تحويل الضغط على المتصدرين أكثر؟ هل ينجح فريق الجزيرة في مباراة اليوم؟ أم أن الشباب الأهلي على الأقل يريد أن يحسن من مركزه، لا يريد أن ينهي الموسم وهو ليس على بين الأربعة في جدول الترتيب أو في أعلى جدول الترتيب، خاصة وأنه خرج من بطولة كأس رئيس الدولة ويريد أن يحجز مقعدا أيضا آسيويا، وإن كانت مسألة المقاعد الآسيوية راح يكون في عليها بعض الجدل وبعض الأمور، على اعتبار بأن موعد آسيا سيختلف في الموسم القادم. الكرة بتصل باتجاه نور الله في وقت آخر، أيضا ربما على مستوى البرامج راح يتم التحديث أيضا والتحديد ما بين اتحاد الكرة والرابطة، هنا نشاهد المدرب الواضح في الصورة مهدي علي تعرض لضغوطات كبيرة هذا الموسم، الكابتن مهدي علي تعرض لانتقادات، شاهدنا هاشتاقات، شاهدنا مطالبات، شاهدنا غضب، شاهدنا بين قوسين عدم رضا من جانب جماهير شباب الأهلي في هذا الموسم على الفريق، واللي كان يتمنى جمهوره بأن يكون موسم عودة الفريق إلى لقب الدوري، لكن شوف كرات رمضان، لا 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 لا، رمضان وكان يقول أنا اسمي رمضان، يعني هذه أيامي، يعني هذه أيامي، لا لا، عبد الله بيرسلها كرة، علي مبخوت يسقط، والكرة بتتحول الآن، والخطأ لمصلحة علي مبخوت.
الخطأ لمصلحة علي مبخوت. كنت أتكلم في اللقطة الماضية واللعبة الماضية والسقوط. فريقين كما ذكرت تنتظرهم أيضا مشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، ونتمنى لهم التوفيق. هذا بدر ناصر وهذا علي مبخوت، هذا اللاعب الشاب اللي يقدمه المدرب مهدي علي اللي كنت أتكلم عنه بأنه تعرض للكثير من الضغوطات، الكثير أيضا من عدم الرضا. حصل خسر كأس رئيس الدولة، وخسر أيضا لقب بطولة السوبر بركلات الترجيح، وصل إلى نهاية كأس الرابطة، ضرب موعدا مع العين وفي نهاية أيضا مرتقب. لكن الآن راح نكمل مع مهدي علي، لكن نشوف ميلوس، نشوف سلاح الجزراوية الثقيل الذي ظهر في هذا الموسم وفي الموسم الماضي من كرات ثابتة، ويا له من ظهور ويا لها من مواعيد يختارها ميلوس. يتقدم، الله، الكرة والتصويبة، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، حسن حمزة يتصدى. شوف الكرة، شوف اللعبة، كرة اللاعب اللي واضح في الصورة، ميلوس السلاح المهم جدا بالنسبة لفريق. والله ما حسبت هالموسم مسجل 4 ولا مسجل 5، لكن حولها. الآن نشوف ونتابع عبد الله رمضان على تنفيذ الكرة الثابتة لمصلحة فريق الجزيرة. رمضان، عرضية رأسية، يا رب السلاح الثقيل، إن لم تكن بالأقدام فبالرؤوس يا ميلوس، فبالرؤوس يا ميلوس. لا 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 لا، ميلوس يلعب دور علي مبخوت في هذا الموسم، المدافع الذي يذكر الجزراوية في الموسم الماضي إنه سلاح الجزراوية الثقيل. يا لها من رأسية، يا له من ارتقاء. شوف رمضان والعرضية والأسس، الله على مدافع يلعب دوره وأكثر، يحبه كل الأدوار. انظر إلى الكرة الرأسية في شباكك يا حسن، يا حمزة، 1-0 عن طريق المدافع ميلوس، ناوي يسجل. توقف له من كرة ثابتة، يأتيك بالرؤوس من كرة متحركة. 1-0 جزراوي الجزيرة، وكأنه يقول هذا الدوري وهذا اللقب لن أتنازل عنه بسهولة كما يتوقع البعض. مبخوت في مكان برونو صفون، حكم المباراة يشير إلى خطأ. الصراحة أن المباراة حلوة، حلوة يا كابتن، حتى وإن كانت نتيجتها بالنسبة لمهدي علي ليست كذلك، لكن لا لا، الجزيرة، الجزيرة، بدري بدري بدري، عبد الله ديابي تعود له من جديد. كنت أتكلم بأن الجزيرة واضح الأمور. خطأ، الكرة تعود من المدافع، حارس المرمى يمسك الكرة، يقول حكم المباراة عمار الجنيبي شو تسوي؟ خطأ الآن. شوف اللقطة الماضية، لا 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 لا، هذا وليد عباس، عدل النقبي إعادة الكرة. شوف هنا حارس المرمى يمسك بالكرة، الاحتجاج من علي مبخوت، علي مبخوت لنا الجزيرة نازلين مركزين، واضح ما سجلوا فطور أبدا، الآن يسجلون هدفا مبكرا ويبحثون عن إضافة ثاني. والجزيرة لم يسلم الدوري بعد، الجزيرة يملك لقبا لا يريد أن يتنازل عن. نعم فارق النقاط 8 نقاط، وبحاجة إلى أن تخدمه نتائج الفرق الأخرى، لكنه في الدور الثاني لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط، كانت أمام النصر. ولسان حال الجزراوي الآن يتحسر على تلك المباراة التي بالنسبة لفريق الجزيرة من المفترض بأنها لم تكن صعبة، لكنه خسر نقاطها، وكانت المباراة الوحيدة في الدور الثاني اللي خسرها فريق الجزيرة. فيما عدا ذلك انتصارات. الآن رمضان، الآن علي مبخوت، الآن برونو، الآن يتفقون على
هدف ثاني. الآن يتفقون على المحاولة والقتال حتى نهاية الموسم. نشوف ونتابع، نشوف ونتابع. مينوس يسجل في كل جولة يا علي. ألا تتذكر بأنك الهداف؟ علي مبخوت الآن على تنفيذ الكرات الثابتة. رمضان صانع الهدف الأول وصانع فرص بالجملة. بصراحة شوط أول يعطيك مؤشر بأن الشباك هي من تريد أن تتحرك في هذه الأوقات. الآن نشوف ونتابع، نشوف ونتابع. هذه قريبة، فريق شباب الأهلي كلها حائط صد، كلها حائط صد، لكنها قريبة جدا. كيف تتنفذ؟ رمضان ومبخوت، هداف الجزيرة تقدم قوية، الكرة تصطدم في الحائط. عبد الله ديابي من جديد، عرضية رأسية لا تأتي، الكرة تعود مرة أخرى في مكان العطاس إلى ميلوس، ميلوس إلى عبد الله ديابي. تحرك الآن، الجزيرة أفضل، تقدم مستحيل. شوط أول من واحد من أشواط الجزيرة الرائعة في الفترة الماضية. رمضان استلم، رمضان دار، هناك سقوط وهناك خطأ، هناك سقوط وهناك خطأ. شوف هذه اللقطة وشوف هذه اللعبة وهذه كرة علي مبخوت والتصويبة القوية، لكن شوف النرويجي المهاجم اللي راجع كان بواجب الدفاعي في التغطية، الكل كان حائط صد. تعود مرة أخرى من جديد ميلوس، شوف كرات ميلوس، لكن هذه أطول من اللازم والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ميلوس يقص شريط هذه المباراة. بالمناسبة مباريات شباب الأهلي والجزيرة في العادة، في العادة من أجمل المباريات في الدوري. تتكلم عن مباريات الذكرى في دورينا، لما ترجع للسنوات الماضية وتبغي مباريات متعة، تبغي مباريات أهداف، تبغي مباريات لاعبين، لا يمكن أن تتجاوز مباراة شباب الأهلي والجزيرة. نعم الوضعية ليست وضعيتهم الطبيعية، نعم تنافسيا أقل في الدور الثاني، لكن تظل هذه المباراة بالتأكيد ذكرياتها التي لا تنسى. ومن ينسى لقاء 6-5؟ ويا له من لقاء، ويا لها من مباراة، ويا لها من ذكرى، ويا لها بالتأكيد من واحدة من المباريات التي ستبقى في تاريخ هذه القمة. كريمي هاتريك، والأهلاوي الآن يقول آهن على كريمي. وفي تلك المباراة سالم خميس، في تلك المباراة فيصل سجل، في تلك المباراة سجل للجزيرة جورج ويا هاتريك، والجزراوي يتنهد الآن على أيام جورج ويا يوسف عبد العزيز ديبا أيضا. تلك المباراة، مباراة 6-5، مباراة 5-4 في الموسم الماضي، مباراة أيضا 5-3 واللي حدثت أيضا في المواسم القريبة الماضية، مباراة 4-4، مباراة 3-3. شباب الأهلي والجزيرة كرة قدم مضمونة على مستوى الفرجة والمتعة، حتى وإن تراجع بعض الشيء عما كان عليه. نعم هناك أخطاء ارتكبت، وعلى الفريقين أن يعترفا بهذه الأخطاء، وعلى إدارة الناديين بأن تعترف بأن هناك أخطاء حدثت في هذا الموسم. لكن انظر إلى ميلوس بيلعب الكرة إلى زايد، زايد استلم، زايد وقف، زايد سلم، برونو استلم، برونو وقف، برونو سلم، علي فوت، الكرة تصل إلى دياب، ديابي وقف، سيطر، العرضية ممكن، المساندة ممكن، البينية وصلت، خلاص خلاص هي وصلت، رمضان هو يتصرف. لا 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 لا, لا. هذا الشوال، الكرة بتتحول الآن من جديد مرة أخرى طويلة وإلى الأمام، وصلت بعد ذلك من جديد على طريقة ميلوس، ميلوس وقف، ميلوس عدى، يا سلام عنده هدف ومزاجه عالي وبيرسل الكرة عالية وطويلة في مكان، والكرة بعد ذلك فيها خطأ، الخطأ على عبد الله ديابي، الخطأ على عبد الله ديابي. حكم المباراة يشير بأن فيها دفع، يعني فرق كبير بين الكتف واللي شفناه قبل شوي، دفع على عبد الله وبالتالي الخطأ بتتحول باتجاه حسن حمزة. الآن نشوف ونتابع حسن حمزة على تنفيذ الخطأ لمصلحة فريق شباب الأهلي. طبعا
شباب الأهلي لا شك بأن يفتقد كما ذكرت لي غياب كارتابيا، ولكن نتمنى بأن نشاهد شباب الأهلي بمستوى أكثر طمأنة لمشجعي ومحبي قبل مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا. هذا المستوى اللي يظهر عليه في الشوط الأول بالتأكيد أيضا ليس المستوى، لكن انظر إلى علي، الله على التمريرة، الله على التمريرة، الله على النهاية. عبد الله ديابي إحراج، تضيع هذه إحراج، هدف ثاني بعد التمريرة ذهبية من الذهبي مفقود، ونهاية من عبد الله ديابي تحت أنظار مدربي الأبيض الحبيب. انظر ماذا يفعل الجزيرة، انظر كيف يمتع جماهيره، انظر كيف يقدم شيئا من الموسم الماضي. لديهم لقب يرفضون التنازل عنه. لا 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 يا مفقود يا أخي، هذه التمريرات تمريرات صانع كبير. وشوف الاستلام وشوف النهاية، الجزيرة فرض أسلوب السيطرة. أين كنت في الدور الأول من هذه اللقطات وهذه اللعبات؟ 2-0 بعد تمريرة من مبخوت ونهاية من عبد الله ديابي. الجزيرة حضرة ويفطر مبكرا في شباك شباب الأهلي، والذي حتى الآن لم يحضر في هذا اللقاء في الشوط الأول. ديابي سجل هدف آخر، الجزيرة يتمسك بحظوظه وأماله في اللقب. جماهير الجزيرة اللي لم تحضر في مباراة اليوم لا شك الآن بأن عتبها يزداد. الكرة بتتحول مرة أخرى باتجاه وليد عباس، وليد عباس بيرسل كرة طويلة وإلى الأمام، كنترول سيطرة من النرويجي توماس، لكنه مراقب دفاعات. الآن الكرة تصل بعد ذلك من جديد باتجاه ديابي، نقل الكرة، يا سلام. لا 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 لا، شوف المتعة، تشوفون التمريرات، تشوفون الاستحواذ، تشوفون التيكي تاكا. الكرة تعود مرتدة إلى بيليه، خليفة الحمادي يرجع معاه، الكرة بتصل مرة أخرى، الله على المرور، ممكن التصويبة، الكرة تصطدم في جوستافو وبتتحول من جديد مرة أخرى. 2-0 عبد الله ديابي يسجل. هذا المدرب الذي يغيب عنه عمر تراوري ويغيب عنه كوليبالي، واستمر بالتأكيد غياب سالم راشد وخلفان، لكنه لا يريد أن يستمر غياب الجزيرة كما حدث في الدور الأول، كما حدث في مشاركة كأس العالم للأندية التي لم تكن بالشكل الجيد، كما خرج من كأس رئيس الدولة، كما خرج من بطولة كأس الرابطة بالرغم من التعادل في المباراتين. الكرة تصل بعد ذلك من جديد، ربيع بيرسل كرة إلى فخر الجزيرة، علي مبخوت بيرسل كرة في مكان إلى سيريرو. تعود النقلات، تعود التمريرات، تعود السرعة في الأداء، ربيع عرضية، لكن الكرة ستصل إلى حارس المرمى. ستصل إلى حارس المرمى. الدورة بيلعب لكرة إلى هيكل. شباب الأهلي لا يدافع بشكل جيد ولا يهاجم على الإطلاق، ما في ولا فرصة حتى الآن. هددت مرمى علي خصيب بعد مرور نصف ساعة. نور الله بيرسل كرة، بدر ناصر، ممكن العرضية، ممكن العرضية رأسية تأتي من دفاعات الجزيرة، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. نستمع إلى بعض الأهازيج الآن في اللقطة الماضية، والكرة بتتحول لمصلحة فريق شباب الأهلي. 2-0 هذه النتيجة مشاهدين متابعينا. أذكر السادة المشاهدين بأن في 70 مواجهة سابقة شباب الأهلي فاز ب 32 انتصار مقابل 17 انتصار للجزيرة، وكأن شباب الأهلي أكثر الفرق التي فازت على فريق الجزيرة تاريخيا في مواجهات الفريقين، حتى في فترة صحوة الجزيرة وفي فترة بطولات وألقاب الجزيرة فإن شباب الأهلي حافظ على معدلاته أمامه. لكن في مباراة اليوم الأمر يختلف والصورة تختلف، وفريق شباب الأهلي بحافز أقل في بطولة الدوري بعكس فريق الجزيرة الذي ما زال يملك حافزا ويتذكر بأنه حامل للقب في بطولة الدوري. والكرة بتتحول إلى خطأ، الكابتن مهدي علي.
الدور الثاني شهد إعادة كارتابيا في الدور الثاني شهد التعاقد مع توماس النرويجي. شوف الكرة العرضية، يا سلام على كرة رمضان، يا سلام على ارتقاء ميلوس الهداف الجزراوي المدافع، هو مستلم جائزة أكثر نقاط في الفانتسي في الجولة الماضية، الآن يبدأ من جديد لهذه الجولة. شوف كرة زايد، شوف علي، يا سلام على الصناعة، شوف ديابي الجزيرة، وكأنه مع رمضان ومع هذه الأوقات يستذكر الموسم الماضي ويعيد أيضا جماهير مرة أخرى ويناديهم تعالوا من جديد أمام الجزيرة بطولة دوري أبطال آسيا، وأمامه جولات متبقية في بطولة الدوري. بالتأكيد يتمنى بأن تخدم الظروف وتخدم النتائج في مسألة المنافسة المستمرة فيما بينه وبين العين وبين الوحدة اللي يسبقان في جدول الترتيب قبل هذه الجولة. الكرة بتصل إلى عبدالله رمضان، تعود الكرة مرة أخرى في نص الملعب في مكان إلى سريرو. تخيل هذا الجزيرة اللي نشوفه الآن بدأ الموسم بلاعبين مختلفين على مستوى الأجانب، شكلوا إضافة أكبر للفريق. تخيل بأن هنا عبدالله ديابي صاحب الهدف الثاني لكن مقطوعة والكرة بتتحول. تخيل بأن لاعبي المحليين كانوا أيضا في مستواهم، لأن شاهدنا في الكثير من الجولات لاعبين محليين بعيدين عن مستواهم. كرة للشباب الأهلي جميلة جدا في النقلات في التحرك، نور الله بيرسل كرة، عادت من جديد إلى نور الله، لكن هناك راية تأخرت كثير، يمكن شيكوا عليها في الفار أو شيء، في النهاية في تأخر، هذا مساعد الحكم. و شوف اللقطة، شوف اللعبة، لحظة خروج الكرة، نعم كان متسلل نور الله لكن تأخرت الراية بعد ذلك، والكرة بتتحول بعد ذلك من جديد في نص الملعب إلى العطاس. العطاس بيرسل الكرة في مكان إلى ميلوس، ميلوس بيرسل الكرة من جديد في الجهة اليسرى باتجاه خليفة الحمادي. شوف اللي نشوفه الآن محمد ربيع في الجهة اليمنى، اللي نشوفه خليفة الحمادي هو اللي في الجهة اليسرى، ميلوس ومحمد العطاس كقلوب دفاع. كرة بتصل مرة أخرى في مكان باتجاه اللاعب الواضح في الصورة برونو اللي يعود إلى الخلف. ميلوس ينتظر كرة عالية طويلة، بالفعل كرة عالية طويلة، الهداف علي مبخوت ينتظر سقوط هذه الكرة، لكن الكرة أيضا بتتخلص والكرة بتتحول بعد ذلك من جديد مرة أخرى إلى وليد عباس. يعيد الكرة علي، يضغط على حارس المرمى، هفوات دفاعية لدفاعات شباب الأهلي تكلف الفريق هدفين، وقد تكون النتيجة قابلة للزيادة على اعتبار بأن شهية الجزراوية مفتوحة. بالتأكيد يأتون من فوز على اتحاد كلبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فوز على العروبة بهدف مقابل لا شيء، فوز على الشارجة بهدف مقابل لا شيء، مباراتين أمام العين في كأس الرابطة لم يخسر فيهم، كانت بالتعادل السلبي والإيجابي لكنه خرج ولم يصل إلى النهائي، فوز بعد ذلك على الوحدة في مباراة المركز الثالث. الكرة بتتحول من جديد، وبالتالي في الدور الثاني الجزيرة فقط خسر أمام النصر مع سلسلة مباريات عديدة في الدور الثاني. الكرة بتتحول إلى بيليه، بدر ناصر في مكان بيرسل الكرة خلف المدافعين، لو عدت الكرة إلى كوستافو لكن سهلة تصل إلى حارس المرمى علي خصيب، مدرب منتخب الإمارات الوطني يتواجد ويراقب هذه المباراة، يعرف بأن هناك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المتواجدين في أرضية الملعب واللي يتواجد، يعني مباراة شباب الأهلي والجزيرة كافية لأن تشاهد أكثر من 10 لاعبين دوليين وتصل إلى 14 ربما. الكرة تصل مرة أخرى وبالتالي فرصة لأن يتواجد أيضا عن قرب، الكرة تصل مرة أخرى باتجاه ماجد حسن، مراقب متابع حكم المباراة وإتاحة الفرصة، كوستافو يقلص الفارق، يا الله هل ضاعت هذه الكرة؟ مستحيلة يا كوستافو. حاسمة، شباب الأهلي تراجع كثيرا في هذا الدور، نعم تعرف وتتفهم رغبة اللاعب في أن لا يخرج، في أن يخدم فريقه، في أن يظل يلعب، في أن يساهم في عودة فريقه، لكن في النهاية احترام بالتأكيد قرارات المدربين أمر ضروري جدا ومهم جدا. شوف هذه اللقطة وهذه اللعبة وقطع الكرة من جانب ماجد حسن والسقوط والاشتراك، سلامات إن شاء الله. هذه كرة اللاعب كوستافو، لعلها الفرصة الوحيدة
والخطيرة لشباب الأهلي في شوط المباراة الأول. نعم كانت قريبة في اللقطة الماضية، وربما أكثر ما عانى منه شباب الأهلي في هذا الموسم هي قلة معدل التسجيل، قلة معدل تسجيل الأهداف، لعلها أكثر مشكلة عانى منها شباب الأهلي في الدور الأول. لعب مباريات عديدة كان يعاني من مسألة من يسجل الأهداف، لا يوجد بعد إصابة إيغور جيسوس أيضا في بداية الموسم، عدم عودة أحمد خليل، وحتى عندما عاد لم يكن في الوضع الطبيعي قبل بعد ذلك ترك الفريق في الفترة الماضية. الكرة باتجاه عبدالله رمضان بالخطأ، تعود الآن توماس قوية، ولذلك حاولت إدارة الفريق في الميركاتو الشتوي أن تعالج الموقف، التعاقد مع توماس، عودة كارتابيا للتأكيد من جديد، الكرة إلى بدر ناصر، عرضية لو عدت رأسية بتتهيا، شباب الأهلي يريد هدفا في هذا الشوط. الله، علي خصيف يقول لن يتألق اللاعبون وحدهم، الحارس له نصيب أيضا. الله على كرة بيليه، والله على تصدي علي خصيف في اللقطة الماضية وشباب الأهلي، وكأنه يعطينا وجه آخر قبل نهاية الشوط بأنه يريد أن يعود مرة أخرى إلى هذه القمة، ولا يريد أن يخسر ما تبقى بالتأكيد من جولات في بطولة دورينا. تنتظر مشاركة في دوري أبطال آسيا، نتمنى بأن يكون اللاعبين في قمة جاهزيتهم. الكرة بتتهيأ، والكرة بعد ذلك إلى ديابي صاحب الهدف الثاني، وقف سيطر، حاول مراقب، يعيد الكرة إلى الخلف، العطاس، شوف الخروج بالكرة، الاستلام من سيريرو، هذه لعباته ديابي، شوف اللقطة من ديابي الغريبة هذه، ما لها علاقة بالجزيرة، لكن الكرة راحت لبيليه، راحت لبيليه قوية، مينوس يتصدى، مينوس يحافظ على شباكه، 2-0، مينوس يقوم بدور هنا ولا ينسى دور هناك. آخر 6 دقائق على الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، الممتع السريع بين الفريقين بالرغم من الغياب الجماهيري. شوف كرة بيليه، شوف حارس المرمى، لكن بصراحة مر بسرعة، استمتعنا وننتظر بالتأكيد بأن نستمتع أكثر فيما تبقى من دقائق وأهداف مما تبقى من أسابيع في دورينا. الكرة بتتهيأ، الكرة تصل الآن سريعة، مرتدة سريرو يتقدم، تحرك مبخوت، تحرك زايد، زايد استلم، ممكن تغيير الاتجاه الآن، تغيير الاتجاه يأتي في الجهة اليمنى إلى ربيع، محمد ربيع، نشاهد ونتابع. ديابي يطلب منا العودة بالكرة، العطاس إلى ديابي في المساحة، لكن بدر ناصر على التغطية، بدر بيرسل كرة إلى نور الله، وقف سيطر، مقطوعة، هناك خطأ، شباب الأهلي قد أو لا نملك معلومة مؤكدة، ولكن الحديث عن استمرار نور الله قد تكون واردة، بعكس مسألة مهدي قائدي اللي تشير بعض الأحاديث بأنه قد لا يستمر مع شباب الأهلي اللاعب أيضا الذي انقسمت حوله الآراء في مسألة من أنه لم يقدم ما يكفي عند مشاركاته، أو أنه لم يشارك من الأساس فيما يسمح له بأن يقدم مستوى الكامل وإضافة الكاملة، وأنه لم يجد الفرصة الكافية، ولذلك الانقسامات موجودة. زايد الآن، وانتو مبخوت الآن، وانتو يا سلام، ولكن لم تصل بعد ذلك كرة علي مبخوت، والكرة بتتحول الآن من جديد. خلونا نشيك دام الأمور في المباراة هديت شوي، نشيك شوي بس ونشوف مسألة الهدافين ومسألة اللاعبين اللي سجلوا أهداف أيضا في هذا الموسم من جانب فريق الجزيرة. في الوقت الذي أرسل فيه لابا كوجو يتصدر مسألة الهدافين في دورينا ب 18 هدف، يأتي بعد عمر خريبين ب 12 هدف، جواو بيدرو ب 11 هدف، هذا على مستوى صدارة هدافي بطولة الدوري. لكن من جانب الجزيرة عبد الله ديابي سجل اليوم 8 أهدافه بعد 7 أهداف سابقة، هذا عبد الله ديابي كهداف للفريق الجزيرة. علي مبخوت عنده 6 أهداف، وكما ذكرت رقميا لعله واحد من أقل مواسم علي مبخوت، لكن بقيت هناك جولات بإمكانه تحسين مسألة الأرقام. الكرة بتصل من عبد الله ديابي في مكان إلى خليفة، خليفة عداها برونو، تصويبة قوية يا رباه،
الكرة والتصويبة، لكن حكم المباراة قبل ذلك يشير ربما إلى وجود خطأ. شوف خليفة الحمادي هو عدى نعم، لكن هناك سقوط والتحام فيما بينه وبين اللاعب محمد مرزوق، وسلامات إن شاء الله. شايف اللاعب خليفة الحمادي هو اللي مصاب، هذا خليفة الحمادي في اللقطة الماضية، بينما هنا المدرب كايزر. كايزر هو الآخر، لم ينجح في الموسم في الدور الأول على الأقل من أن نشاهد فريق الجزيرة اللي كان صحيح كما ذكرت هناك بعض الأمور وبعض اللاعبين اللي ما كانوا إضافة، لكن أيضا أتحدث بأن في الدور الأول كانت هناك بعض علامات الاستفهام بالنسبة لكايزر. في الدور الثاني فريق الجزيرة كما ذكرت يتحسن في الجولات الماضية، وما تبقى من الموسم مهم جدا للتقييم النهائي للعمل الإداري والفني في نهاية هذا الموسم. هنا نشاهد جانب من الجماهير الحاضرة في هذه المباراة، واللعب اللي يتوقف في نهاية شوط المباراة الأول لإصابة اللاعب خليفة الحمادي. إذا كان ديابي وعلي مبخوت سجلوا 8 أهداف 6 أهداف، فإن ميلوس اليوم سجل 5 أهداف بالنسبة لفريق الجزيرة، وجانب من الجماهير وجانب أيضا من التشجيع، وهذه الجماهير التي ما زالت تؤمن وتأمل في نفس الوقت بأن هناك حظوظ وأن هناك حسابات وأن هناك فرصة، فلما لا. فريق الجزيرة بطل الدوري في العام الماضي، لا يريد أن يخسر بطولته، وشباب الأهلي اللي خسر كأس رئيس الدولة وخسر السوبر بطولاته في الموسم الماضي، تبقت له بطولة واحدة. لكن بالمناسبة شباب الأهلي ما خسر بطولاته في المباريات بركلات الترجيح، خسر السوبر بركلات الترجيح، أيضا خسر كأس رئيس الدولة في مباراته مع الشارجة، ويصل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة، والذي ننتظر تحديد موعدها نشاهد الكابتن حسين السهيل خلف المدرب كايزر أحد هدافي الجزيرة الكبار بالتأكيد، والذي كان في يوم من الأيام أعظم هداف في تاريخ نادي الجزيرة، قبل أن تأتي بعض الأسماء لتكسر رقم حسين السهيل. بعد ذلك أتحدث بالتأكيد عن توني في فترة من الفترات، ياكي في فترة من الفترات، أوليفييرا في فترة من الفترات، قبل أن يأتي الأسطورة علي مبخوت ليكسر أرقام دورينا بأكملها، وليس فقط الجزيرة، ليستسلم الجميع، نعم الجميع، لما قدم من أرقام وما قدم من أهداف. والكرة بتتحول بعد ذلك إلى سيريرو اللي بدوره بيرسل كرة طويلة باتجاه الخصيب، باتجاه عبدالله ديابي، عبدالله ديابي في نص الملعب، فيها تمرير إلى محمد ربيع، عادت الكرة. نقدر نقول أن الجزيرة نوعا ما هدى اللعب، تراجع ولكن يحاول بين الحين والآخر، وهذه واحدة من الكرات، واحدة من المحاولات. خليفة الحمادي بيرسل كرة قوية إلى زايد العامري، لكن الكرة إلى خارج الملعب. خليفة الحمادي اللي يلعب في مكان ليس المكان اللي تعودنا عليه، يعني ظهير أيمن تفهم، لكن ظهير أيسر بالتأكيد للاعب لا يلعب بالقدم اليسرى، لمدافع في الأساس بيرسل الكرة إلى زايد العامري. ولكن ربما فكرة كايزر بأن يوقف خليفة الحمادي الجهة اليمنى اللي يتواجد فيها اللاعب المقيم غوستافو من جانب فريق شباب الأهلي، واللي كان من الممكن أن يكون فيها أيضا كارتابيا لو كان موجود في مباراة اليوم. كرة بتصل إلى غوستافو، مقطوعة من خليفة الحمادي، الكلام اللي نتكلم عنه، وصلت إلى هيكل، هيكل مع زايد العامري، هيكل بيزيد، زايد بيتراجع، واجبات دفاعية راحت لشباب الأهلي. الشوط الأول 4 دقائق كوقت بدل ضايع، شوط كان في مجمله جزراوي، الفرص، الخطورة، التركيز، الاستحواذ، وهنا واحدة يا ربيع بيرسل كرة، هذه فرصة الثالث، هذه كرة الثالث، علي إلى ربيع، ممكن العرضية، عرضية ربيع في اللقطة الماضية يطالب بركلة جزاء، حكم المباراة يشير إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية، لكن شوف ربيع، ربيع في اللقطة الماضية كان ممكن يلم، كان ممكن يموه، لا ربيع، ربيع حافظ، شوف خلاص لعب له كرة لازم يرجعها، وهناك لمسة يد على مرزوق، وهنا رودولفو يتابع ويشاهد هذه اللقطة ويشاهد هذه التفاصيل، والآن هل اللقطة تشهد مراجعة من الفار أم أن
لعل الحكم يشير إلى ضربة ركنية سيتقدم لها عبدالله رمضان. عبدالله رمضان الذي صنع من هذا المكان الهدف الأول، والذي قد يصنع من نفس المكان الهدف الذي يضمن النقاط الثلاث. عبد الله رمضان شوف الان كيف ماسكين ميلوس. نعم هذا لازم تراقبه، احيانا بلاعبين مو بلاعب واحد، ولكن لا تصل الامور الى الاخطاء. رقم اربعه هنا يراقب اربعه هناك، لكن نشوف الان ونتابع الان والعرضيه الان من جانب رمضان، لكن اطول من الكل، وبالتالي بتتحول الى ضربه مرمى. ضربة مرمى، حسن حمزة على تنفيذ ضربة المرمى، بدوره بيرسل له كرة في مكان الآن في نص الملعب، فيها تمريرة باتجاه ماجد حسن. شوط أول لم تكن هناك ردة فعل كافية من شباب الأهلي، صار تغيير بدخول يحيى الغساني مكان عبد الله النقبي في نص الملعب من جانب المدرب، لكن لم تكن هناك تغيير في الصورة على مستوى الفرص. هناك فرصة وحيدة لجوستافو، فيما عدا ذلك عانى الشباب الأهلي من مسألة بناء الهجمة، واصطدم أيضا بانضباط والتزام دفاعي جزراوي واضح من جانب سيريرو رمضان رباعي خط الدفاع، والتزام أيضا من جانب الأجنحة زايد العامري وعبد الله ديابي. الكرة بتصل الآن في انطلاقة، فيها مرور، فيها يحيى الغساني، لكن انظر إلى سيريرو عندما يكون سيريرو، انظر إلى برونو سيريرو رمضان، لا 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 لا. الكرة تعود بعد ذلك من جديد، هدية تقدم والكرة تصل بعد ذلك إلى جوستافو. يحيى لف ودار على بدر ناصر عرضها ربيع في التغطية، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية للشباب الأهلي، ضربة ركنية للشباب الأهلي. ضربة ركنية الآن مشاهدينا متابعينا على يمين حارس المرمى علي الصيف. هذه آخر كرات الشوط الأول لشباب الأهلي، عرضية لكن الراسية لا تأتي، والكرة بتصل باتجاه محمد العطاس اللي يبعدها، وقف سيطر عليها الآن، إخراج الكرة من جانب محمد العطاس بيرسل. يا سلام يا سلام على الهدوء، لو عدت مبخوت إلى رمضان، المرتدة الآن المرتدة، الله 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 الله، تصويبة قوية يا رب، متابعة تكمل، الكرة بتضيع، فرصة كانت تستحق أن تكتمل لصناعة رمضان. يا لها من كرة، حسن حمزة يبقي شباب الأهلي في اللقاء، وأخطر الفرص التي كانت بعد الهدفين ضاعت من جانب علي مبخوت. مشاهدينا الشوط الجميل، الشوط الممتع في غياب المدرجات وغياب الجماهير وثاني أيام الشهر الفضيل والسهرة الرمضانية التي كانت في الشوط الأول، انتهت بهدفين جميلين فريق الجزيرة، بانتظار متعة أكبر في الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي محدثكم فارس عوض، والكلمة تنتقل للزميل طارق الحمادي، تفضل لك الكلمة. شكرا للزميل طارق الحمادي، شكرا للكابتن زبير بيا والكابتن فهد علي. صافرة عمار الجنيبي مشاهدينا متابعينا في كل مكان تعلن عن ضربات البداية لشوط المباراة الثاني لهذا اللقاء الذي تركنا شوطه الأول ينتهي بتقدم فريق الجزيرة بهدفين نظيفين في أول نصف ساعة من هذا اللقاء عن طريق ميلوس أولا وعبد الله ديابي ثانيا، وهما
من أكثر اللاعبين إلى جانب علي مبخوت تسجيلا لفريق الجزيرة في هذا الموسم. 8 أهداف سجلها عبدالله ديابي، 5 أهداف سجلها ميروس، 6 أهداف سجلها علي مبخوت. شوط ثاني مشاهدينا متابعينا ننتظر من خلاله متعة مستمرة لهذه المباراة التي كانت جميلة وسريعة في شوطها الأول، بالذات من جانب فريق الجزيرة الذي قدم بين قوسين أجمل أشواطه ربما هذا الموسم، وكان بإمكانه أن يحسم كل شيء في شوط واحد، لكن كرة زايد اصطدمت بالعارضة وكرة لعلي مبخوت أبعدها حسن حمزة على مرتين، وفرص أخرى ضاعت بالتأكيد من جانب الفريق. نور الله يحاول الآن من جانب شباب الأهلي اللي أجرى تغيير مبكر في الشوط الأول بخروج عبدالله النقبي ودخول يحيى الغساني، بينما كايزر يبدأ الشوط الثاني بتغييرين. أشاهد عبدالله دريس الظهير الأيسر وصاحب ركلة الترجيح الأخيرة في مباراة السوبر أمام شباب الأهلي يشارك الآن في شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء كظهير أيسر عبدالله دريس، ويعود اللاعب خليفة الحمادي كلاعب كقلب دفاع في مكانه الطبيعي. قد يكون ميلوس ترك مكانه لأني شاهدت بأن ميلوس كان يتألم في نهاية شوط المباراة الأول، وربما لا يريد المدرب كايزر بأن يتضاعف أو أن يخسر جهود لاعب بقيمة ميلوس في المباريات المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا. وبالتالي عبدالله دريس يشارك كبديل في الشوط الثاني، وسلامات إن شاء الله. شايف أيضا جوستافو في اشتراك الآن مع أيضا البديل في اللقطة الماضية، عبدالله دريس نازل متحمس، وهنا حكم المباراة يطمئن على سلامة اللاعب جوستافو اللاعب رقم 80، أيضا اللاعب المقيم في شباب الأهلي، وأيضا لاعب جزراوي مقيم اسمه هيرمان يشارك الآن في شوط المباراة الثاني. وابتسامة من جانب محمد جمال الذي يجري عمليات الإحماء والآخر والذي ينتظر دوره، وسنشاهد الآن التغيير. هيرمان مكان مين؟ هل خرج علي مبخوت وترك مكانه للاعب هيرمان في هذه المباراة؟ وبالتالي هل يلعب فريق، شوف اللقطة الماضية الحركة سواها هو بس بدون كرة اللاعب برونو، الكرة بتتحول الآن من جديد باتجاه سيريرو بيلعب لك كرة إلى ربيع. شوط ثاني فريق الجزيرة سيلعب بدون هداف في الموسم الماضي وهداف في هذا الموسم أيضا أو أحد هدافي اللي هو ميلوس. خروج ميلوس، خروج علي مبخوت في شوط المباراة الثاني، والآن نشاهد هيرمان اللاعب المقيم اللي يجد فرصته. إدريس اللي يشارك الآن وبيرسل له كرة ولكن مقطوعة من هيكل مدرب الفريق، أيضا يعلم بأن مباراة القوة الجوية العراقي المباراة الأولى اللي تنتظر الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن أيضا مباراة اليوم بالتأكيد مهمة في حسابات الدوري، وإن كان فارق النقاط قبل الجولة 8 نقاط مع المتصدر فريق العين، إلا أن فريق الجزيرة فوز في مباراة اليوم يقلص الفارق إلى 5 نقاط ولو مؤقتا حتى مباراة العين مع فريق الوصل والتي ستكون أيضا بعد يومين. هذا محمد مرزوق فريق شباب الأهلي بلاعبين دوليين في خط الدفاع، لاعبين دوليين أيضا في خط الوسط، تحت أنظار أيضا مدرب منتخب الإمارات الوطني، لم يقدم شوط أول بالتأكيد بشكل جيد، وتحت قيادة المدرب مهدي علي الذي كما ذكرت ما زال يتلقى الكثير من الضغوطات في هذا الموسم. تصويبة من توماس لكن الكرة بتصل، هذا أول تهديد لشباب الأهلي في شوط المباراة الثاني. هل تكون هناك ردة فعل؟ نشوف ونتابع اللقطة الماضية، خروج علي مبخوت هل هو لإراحته أما هو لعدم جاهزيته الكاملة؟ الكرة بتتحول الآن باتجاه عبدالله رمضان، قدم شوط أول بمزاج عالي بروقان، قدم كرات، قدم هدايا، قدم تمريرات. الجزيرة بشكل عام قدم الكثير مما كان عليه في الموسم الماضي. خليفة إلى برونو، يا سلام يا خليفة، لكن برونو لا، برونو في اللقطة الماضية استعجل فيها والتمريرة بالخطأ راحت لمرزوق.
رجعت لوليد، وصلت بعد ذلك إلى حسن حمزة. أذكر السادة المشاهدين بأن في الفريقين في الدور الأول فاز الشباب الأهلي 2-1، في السوبر فاز الجزيرة بركلات الترجيح. هذه ثالث مباراة تقام بين الفريقين اللي كانوا في الموسم الماضي أفضل فريقين، واللي كانوا ينتظران في هذا الموسم موسما أيضا مثاليا، لكن الدور الأول لم يصادق على ذلك، وبطولات الكؤوس أيضا لم تصادق على ذلك. الكرة بتتحول إلى من جديد، بدر ناصر، مقطوعة من ربيع، ديابي يساند، الكرة تعود الآن مرة أخرى، يا سلام يا ماجد، ماجد بيرسل الكرة بينية، كوستافو استلم ودار، لكن الله على عبد الله إدريس في قطع الكرة، خصيب بعد ذلك في إبعادها. الكرة بتتحول بعد ذلك الآن من جديد مرة أخرى. بالمناسبة آخر فوز للجزيرة على أرضية ميدانا لم يكن قريبا في 2017، عندما سجل علي مبخوت وسجل خلفان وسجل الشباب الأهلي اللاعب لوبانور. الكرة بتتحول بعد ذلك في الجهة اليسرى، والكرة تصل بعد ذلك إلى يحيى الغساني مرة أخرى في مكان باتجاه محمد مرزوق. محمد مرزوق بيرسل الكرة في نص الملعب في مكان إلى هيكل، مراقب متابع من زايد العامري. شوف واجبات زايد، واجبات عبد الله ديابي، التزام وانضباط واضح. فريق الجزيرة سجل هدفين وأجرى تغييرين في مطلع شوط المباراة الثاني. هيكل طالت عليه، طالت، صارت خطرة، لكن بعد ذلك كرة سيريرو بالخطأ راحت بعد ذلك إلى نور الله. لو عدى جوستافو، جوستافو بينية، لكن شوف الآن انظر إلى سيريرو بعد ذلك. رمضان، يا سلام يا رمضان، تحرك هيرمان المقيم بديل علي مبخوت، استلم، حاول، ما زالت الكرة معاه، وقف، سيطر، انتظر القادمين من الخلف، لكنه لم يمرر بالشكل المطلوب. الكرة تصطدم، الحكم كان بيصفر، لا 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 تصفر عادي. عمار الجنيبي تصطدم في الكرة، يستمر وتستمر المحاولة، والكرة تصل بعد ذلك إلى جوستافو. جوستافو يتقدم، جوستافو في نص الملعب. الجولة رقم 20 مشاهدينا، دورينا بصدارة عينوية وصافة وحدوية وملاحقة جزراوية. انظر كيف يقطعون الكرة، يعاني نور الله، يعاني. رمضان وحدة، رمضان وحدة، بيرسل الكرة الآن إلى هيرمان، هيرمان يتقدم، أو هذا ديابي، هذا ديابي اللي راح جو فيكتور، لكن ديابي لسه موجود. الكرة بتصل من ديابي يا رمضان، لكن قراها بدر ناصر، قراها، وبالتالي ضاعت الكرة وتحولت بعد ذلك من جديد. الجزيرة يستعيد المشهد، زايد استلم، لكن طالت وتحولت الكرة بعد ذلك من جديد. 7 دقائق مشاهدينا متابعينا مرت من الزمن شوط المباراة الثاني، ما في فرص، لكن ما زالت سرعة الشوط الأول موجودة، ما زال الرتم السريع أيضا موجود، والفرص التي ننتظرها في هذا الشوط. الكرة بتصل باتجاه الصيف، هذا ماجد حسن. المباراة أو المباريات في الدور الثاني بالنسبة لفريق الجزيرة كما ذكرت مهمة جدا، بأنه يحافظ على نغمة الفوز بشكل مستمر فيما عدا مباراته مع النصر، لكن جاي من فوز على الشارجة، جاي من فوز على الإمارات، على العروبة، على اتحاد كلبة، الآن متقدم على شباب الأهلي، بعكس شباب الأهلي اللي خسر من الوحدة واللي تراجع أيضا في الدور الثاني بفارق 16 نقطة عن المتصدر. الكرة بتتحول الآن، ولو أن فاز على الوحدة في كأس الرابطة ووصل إلى النهائي، يا سلام برونو، يا سلام إدريس، رمضان إلى برونو، طالت الكرة لكن وصلت إلى هيرمان. حكم المباراة يشير إلى خطأ، وجود أيضا بعض التسرع في التمريرات، بعض الاستعجال أيضا، لا شك بأن خروج علي مبخوت أيضا سيشكل بالتأكيد في الشوط الثاني غياب أيضا للتمركز وللاستمرارات الحاسمة، كما شاهدنا ذلك في لقطة الهدف الثاني لديابي، أو في التحركات وطلب الكرة كما شاهدنا ذلك في الفرص، لكن هذه العرضية، الله، توماس يرتقي، متابعة من جديد، مستحيل، شباب الأهلي وتحركات.
تقليص الفارق في توقيت كان مثالي. كانت على الطريق مرزوق. شوف توماس نزلها المهاجم للمدافع الرقم 4 كاد أن يرد على ميلوس بعد أن خرج ميلوس، لكن الكرة مرت بجوار القائم. شوف علي خصيف وشوف خليفة الحمادي والكلام الآن الجانبي بين اللاعبين. هل استعجل المدرب كايزر بالتغييرات أم أن المباراة في قبضة الجزيرة في شوط المباراة الثاني؟ نشوف ونتابع. خليفة إلى زايد، يا سلام يا زايد، يا سلام يا برونو. هيرمان المقيم الآن يضغط، مرزوق يحاول إخراج الكرة، الكرة بعد ذلك إلى ماجد، ماجد يعيد الكرة إلى حارس المرمى. شوط ثاني، ننتظر متعة أخرى، ننتظر ردة فعل من جانب شباب الأهلي اللي كما ذكر لم يعد له في الدوري إلا محاولة تحسين المراكز وحجز مركز متقدم يشارك من خلاله في البطولة الآسيوية، على اعتبار بأن خرج من بطولة كأس رئيس الدولة. الكرة من ربيع لا مقطوعة، سريرو إلى رمضان، رمضان في نص الملعب يعيد الكرة إلى حارس المرمى علي خصيف. السهرات الرمضانية والمباريات والأمسيات الكروية التي تأتي، والكرة اللي بدأت تتحول الآن باتجاه خليفة الحمادي. خليفة بيرسل الكرة في مكان الآن إلى زايد، زايد والتحرك من هيرمان، بيرسل الكرة إلى برونو. ما زال الجزيرة يبحث عن الثالث عن تأكيد حسم المباراة. الكرة تصل مرة أخرى، الكرة تعود مرة أخرى إلى برونو، برونو في نص الملعب، التمريرة تأتي، الكرة تصل الآن إلى سيريرو. عودة لاعبي شباب الأهلي، ممكن تغيير الاتجاه، العطاس بيغير الاتجاه، رمضان يعرف الاتجاه. ثلاثة متواجدين في الأمام بخلاف زيادة الأجنحة. العطاس يعود بعد ذلك إلى حارس المرمى علي خصيف، إشراكة في بناء الهجمة والتمريرات اللي تجاوزت العشر تمريرات. علي خصيف بيرسل الكرة إلى زايد، ولكن زايد راجع من التسلل وبالتالي فرصة بتضيع. خلونا نشوف الشرجاوية شو مسوي مع النصراوية هناك في مباراة أيضا كما ذكرت هي الأخرى بعيدة عن مسألة التنافس، لكن الشارجة متقدم بهدف مقابل لا شيء على النصر. عبد الله إدريس حاول يبعدها في المرتين هو أبعدها، لكن الكرة بعد شو تسوي يا عبد الله؟ الراس الاولى غلط، الراس الثانيه غلط، بعد ذلك حاول يبعد رمي التماس ما ضبطت، راحت ركنيه. الكابتن مهدي علي قبل مشاركه اسيويه شايف هذه اللقطه وهذه الفرصه اللي كان يتمنى بان تقلص الفارق وان تعيد على الاقل الحافز في الشوط الثاني لفريق شباب الاهلي. نشوف ونتابع، نشوف ونتابع هذه اللقطة. غوستافو على تنفيذ الكرة الثابتة، عرضية أو كانت عن طريق بيليه. الكرة تعود الآن بدر ناصر من بعيد، بدر ناصر بيغير الاتجاه، الكرة أطول من اللازم لكن لو وصل لا طالت، طالت الكرة، ما زالت الآن في الملعب. الحكم يشير إلى أن الكرة عدت وتحولت إلى ضربة مرمى. نعم طالت الكرة، تحولت إلى خارج الملعب. في عهد الاحتراف، في الفترة اللي قدم فيها الجزيرة وحقق فيها بطولات الدوري اللي حققها في السنوات الماضية، في عهد الاحتراف تقدر تتكلم بأن لو فاز الجزيرة في مباراة اليوم فإن هناك 11 انتصار لكل منهما وخمس تعادلات. شفت تكافؤ مباريات شباب الأهلي والجزيرة في عهد الاحتراف. لو انتهت هذه المباراة بالنتيجة هذه راح يكون أيضا مباريات الفريقين في الدوري شهدت 11 انتصار لكل فريق وخمس تعادلات، وبالتالي تكافؤ كبير في لقاءات الفريقين. من الصعب تخمين من اللي راح يفوز، من اللي راح يحصل على النقاط. الكرة لا مقطوعة، والكرة تصل بعد ذلك إلى عبد الله إدريس. يا سلام على تمريرة إلى هيرمان المقيم. الآن تأتيك فرصة يا هيرمان تلعب بديل لعلي مبخوت في شوط المباراة الثاني، تأتيك فرصة كمقيم في فترة يغيب فيها عمر تراوي اللي كان واحد من ركائز بطولة الموسم الماضي، وغياب أيضا كوليبالي. الكرة تصطدم لكنها تستمر، الله يا بينيم، تصويبة، الكرة بتتحول بعد ذلك إلى حارس المرمى علي خصيف اللي بيسيطر عليها. ربع ساعة مرت، ساعة كاملة من زمن المباراة مرت،
النتيجة ما تغيرت، ما زالت فريق تقدم بهدفين نظيفين. يظل أكبر فوز في تاريخ الجزيرة 5-1 في 2011، كنت معلقا على ذلك اللقاء، كان على أرضية هذا الملعب، كان في موسم بطولة الدوري لفريق الجزيرة. يومها سجل دياكي وأوليفييرا هدفين من الأهداف الجميلة، وديلغادو، انظر إلى الأسماء، ماذا يشعر به الجزراوي ونحن نذكره بدياكي وأوليفييرا وديلغادو في تلك المباراة. وسجل أيضا إلى جانبهم عبد الله موسى، يومها سجل هدف الأهلي الوحيد كان أحمد خليل. كانت تلك أكبر انتصار في تاريخ الجزيرة على شباب الأهلي، بينما أكبر فوز في تاريخ الأهلي 4-1 في 2015، يومها سجل ليما وسجل وليد عباس وسجل الحمادي وسجل روبيرو وخميس إسماعيل هدف الجزيرة. الله الآن على التمريرة على طاري أكبر النتائج، الكرة تصل الآن إلى برونو لكن مقطوعة من هيكل، والكرة بتتحول الآن من جديد عبد الله إدريس، يا سلام، دخول في توقيت مثالي وقطع للكرة، لاعب يلعب في مركزه ويعود خليفة الحمادي كقلب دفاع بجانب العطاس خلف مكان ميلوس. الكرة بتتحول الآن إلى هيكل، الاثنين اللي كانوا يوقفون على الكرات الثابتة في الشوط الأول تركوا المباراة، علي مخوت وميلوس من جانب فريق الجزيرة. الآن لو تأتي كرة ثابتة نشوف من اللي يتقدم بالنسبة للجزراوية، الكرة العالية، لكن الجزيرة في الشوط الثاني يتراجع يدافع يعتمد على الكرات المرتدة، هذه الكرات اللي يتكلم عنها. يا سلام، شوف النقلات، شوف المحاولات. الآن عبد الله رمضان الآن ينتظر تمريرة ويلعب له كرة قصيرة باتجاه زايد، عادت الكرة في نص الملعب إلى سيريرو، تغيير الاتجاه، ربيع هناك في الجهة اليمنى، ديابي ينزل ويطلب الكرة الآن في نص الملعب، لكن الكرة بتتحول بعد ذلك من جديد. الكابتن مهدي علي، هل سيزج بمهدي قائدي في هذا التوقيت؟ نشاهد ونتابع التعليمات الآن والتغييرات التي قد تأتي في الوقت اللي كما ذكرت فيه المدرب كايزر يسحب لاعبين ويدفع بلاعبين في شوط المباراة الثاني. الكابتن مهدي علي يستعد لإجراء تغييرات أيضا هجومية في محاولة للعودة مرة أخرى لهذا اللقاء وتقليص الفارق في هذه المباراة. حتى لو ما عندك حسابات في مسألة الفوز والصدارة، لا أحد يريد أن يخسر أي مباراة، نعم الحافز أقل ما في شك. وشاهد أيضا سالمين خميس يجري عمليات الإحمال لعل أحد المدافعين أيضا تعرض لإصابة، وشاهد كرة ميلوس، المخرج الآن يعيد لقطات الشوط الأول، ميلوس الذي خرج بعد أن ترك كرة في المرمى في هذه المباراة بذكريات الموسم الماضي، مبخوت الذي ترك اللقاء بعد أن ترك تمريرة بينية وصلت إلى ديابي وساهمت في الهدف الثاني لمصلحة فريق الجزيرة. والنتيجة هذا عبد الله ديابي هداف الفريق في هذا الموسم بثمانية أهداف في الوقت الذي نشاهد فيه هذا الطفل الصغير والذي يشير إلى هذا الشعار الكبير، في الوقت الذي نستمع فيه إلى أصوات من ما زالوا يؤمنون بحظوظ الجزيرة فيما تبقى من هذا الموسم. هنا نشاهد عيد خميس سيشارك مهدي قائدي، سيشارك اللاعب دا سيلفا، سيشارك ثلاث تغييرات دفعة واحدة المدرب مهدي علي نور الله الذي لم يقدم الكثير والذي عانى في هذا اللقاء، يترك مكانه للاعب عيد خميس في نص الملعب. وبالتالي عيد خميس الآن في نص الملعب مكان نور الله، اللاعب دا سيلفا سيشارك الآن، لاعب مقيم يشارك كتغيير بالنسبة لشباب الأهلي. وأشاهد بالتأكيد مهدي قائدي، اللي يشارك مكان محمد جمعة، كرة بتتحول الآن طويلة وعالية وأمامية، رأسية تأتي في نص الملعب في مكان، الآن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. هذا بدر ناصر، واللقطة الماضية محمد ربيع والاشتراك. شوط المباراة الثاني أقل على مستوى الفرص حقيقة، لأن الجزيرة متراجع ولذلك لا تشاهد فرص حقيقية لشباب الأهلي.
والكرات المرتدة للجزيرة قلت خطورتها بعد خروج علي مبخوت وصغار الجزراوي الآن الذين يملون النفس بأن يحافظ الفريق على لقبه في الموسم الماضي، وإن كانت المسائل معقدة وإن كانت الأمور ليست فقط بيديه بل إنما أيضا بانتظار خدمات الآخرين على أن يكمل ما تبقى من مبارياته في هذا الموسم بانتصارات. بالتأكيد الكرة تصل إلى مهدي قائدي، مهدي قائدي هل يقدم الآن متعة في الدقائق المتبقية؟ يرسل الكرة إلى توماس، الكرة من ربيع، الكرة من ربيع، الآن التقليل سيأتي. شباب الأهلي بعد التغيير الآن عرضية تصطدم بنيران صديقة، ربيع يسجل في مرمى بل إن علي خسيف أبعدها، تابعها يحيى الغساني، انظر إلى مهدي قائدي، توماس بعد ذلك والعرضية اصطدمت، الكرة أبعدها خسيف أبقاها، لكن المتابعة كانت من البديل، كانت من البديل. شوف الرقم 18 والعرضية، شوف الكرة اللي اصطدمت، شوف تقليص الفارق، شوف العقاب الذي قد يأتي الآن من جانب الشباب الأهلي في شوط المباراة الثاني. المباراة 90 دقيقة، هل استعجلت يا كايزر؟ سؤال طرحته قبل لحظات، قبل لحظات، قبل أن يجري المدرب مهدي علي تغييراته، هل استعجلت بإخراج اللاعبين ميلوس واللاعب علي مبخوت؟ الآن الشوط الثاني، شباب الأهلي يقلص الفارق وكأنه يقول بأن المباراة لم تنتهي بعد، الكرة تصل بعد ذلك من جديد. يحيى الغساني البديل يتابع كرة يفقدها علي الصيف، الكرة من عبد الله ادريس ولكن بالخطأ. شوف شباب الأهلي في دقيقتين، الكرة تصل الآن، خليفة الحمادي يطالب بضربة مرمى يشير إليها مساعد الحكم أحمد الراشدي. أحمد الراشدي يقول هدي عليك اللعبة وأنا شايفها، وشوف هناك سالمين خميس، لكن أحمد الراشدي في اللقطة الماضية يؤكد على قراره هذا حكم المباراة عمار الجنيبي. 2-1، تظل هذه المباراة تتمسك بأن تظل ممتعة حتى في ظروف مختلفة عن ما كانت عليه في الدور الأول أو على الأقل في الموسم الماضي بين الفريقين. مباراة غاب فيها جمهور الناديين بشكل الذي كان يحضر فيه في مباريات أخرى، الكرة بتتحول إلى من جديد والكرة مقطوعة، لكن حضر الجزيرة في شوط أول، فهل يحضر الشوط الثاني؟ شباب الأهلي مهدي قائدي لو وصلت، مهدي قائدي الآن تصل لاعب على لاعب، شوف الآن الفاصل، عرضية، الله، توماس يحاول، شباب الأهلي يحاول الآن في كرة من جديد في أن يعود من خلالها في المباراة من بعيد. تخيل بأن الجزيرة في الشوط الأول كاد أن ينهي كل شيء، كرة زايد العامري في العارضة، كرات لعلي مبخوت ضاعت ولبقية اللاعبين، الآن الكرة بتصل في نص الملعب من عبد الله رمضان، تعود الكرة مرة أخرى في مكان في نص الملعب للشباب الأهلي اللي صار أفضل، اللي صار أخطر، اللي صار موجود في منطقة جزاء الجزيرة أكثر. الكرة بتصل في الجهة اليمنى إلى هيكل، هيكل ممكن العرضية، الكرة ما زالت هناك، السقوط، حكم المباراة يشير إلى خطأ على اللاعب برونو، وكأني أشاهد لاعبين من جانب لاعبي الجزيرة يجرون أيضا أو يستعدون للمشاركة فيما تبقى من دقائق. هذا برونو لم يقدم الكثير هجوميا، برونو لم يشترك مع المجموعة بالشكل الكافي في الشوط الأول وفي شوط المباراة الثاني. نقترب من الدقيقة 70 مشاهدينا، النتيجة 2-1 شباب الأهلي مشاهدينا، بتغييرات من جانب المدرب مهدي علي في محاولة العودة، أشرك يحيى الغساني اللي سجل، مهدي اللي ساهم، الكرة العرضية والكرة بتتحول بعد ذلك من جانب حارس المرمى علي خصيف، تعود الكرة من ماجد حسن، تعود في نص الملعب، تعود هذه الكرة الآن عن طريق اللاعب مهدي قائدي، ولكن سهل الكرة تصل إلى حارس المرمى. شوط ثاني، العشرين دقيقة المتبقية ستكون سريعة جدا، مثيرة جدا، الآن نشوف ونتابع مباراة التي يتم أيضا نقلها عبر إذاعة FM بالتأكيد للمستمعين في هذه اللحظات والمهتمين أيضا بتغطية دورينا ولتقدم ولتستمر عبر قنوات أبوظبي الرياضية وإذاعة FM. الكرة تصل باتجاه هرمان المقيم، هرمان المقيم، الكرة تصل، هناك صافرة، حكم المباراة يشير إلى خطأ، يشير إلى خطأ،
تغييرين الآن. برونو اللي كنت أتكلم أنه لم يقدم الكثير سيترك مكانه في هذا التوقيت للاعب يوسف أيمن، وراح نشوف من التغيير الثاني زايد سلطان. إذن برونو سيخرج واللاعب الثاني اللي راح يترك مكانه هل هو سريرو، وبالتالي يوسف أيمن سيشارك، زايد سلطان سيشارك. تغييرين بالنسبة للمدرب كايزر. الكرة بتتحول الآن في نص الملعب، تعود الكرة باتجاه يحيى الغساني. يحيى الغساني برونو لأوليفيرا ترك مكانه لزايد، والكرة بتتحول الآن مرة أخرى من جديد لمصلحة ماجد حسن. الكرة العالية إلى مهدي لو وصلت، لكن ربيع بمبدأ السلامة، بمبدأ السلامة والجزراوية يقولون يا الله السلامة يا الله السلامة. ربيع اللي صدمت فيه الكرة وتحولت بعد ذلك باتجاه المرمى. لسه نشوف ونتابع الضربة الركنية، نشوف ونتابع الضربة الركنية، الضربة الركنية لمصلحة شباب الأهلي. عرضية المتابعة تأتي والكرة بتتحول مرة أخرى في مكان من جديد عن طريق عبد العزيز. هيكل، هيكل بيرسل الكرة إلى ماجد، ماجد بيلعب للكرة، عدت الكرة مرتدة صارت، لكن شوف الهدايا اللي تقدم، شوف اللقطات اللي الهفوات التي قد تستقل، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، تراجع كبير في أداء الجزيرة في الشوط الثاني بالذات في العشر دقائق الماضية بشكل أوضح. كان في بداية الشوط الثاني ما في فرص كثيرة لشباب الأهلي، لكن الآن صارت الأمور واضحة. تغييرات هجومية، الضغط، التواجد، الاستحواذ، مهدي، عرضية رأسية تأتي، الكرة ما زالت مرة أخرى في الجهة اليمنى. ممكن العرضية، ممكن العرضية، لكن نبي عدي السلام، عدى عدى، لكن هناك بعد ذلك ضربة مرمى. عبد الله رمضان بيغطي وسقوط مهدي قائدي. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. علي خصيف في اللقطة الماضية تأخر فيها مهدي قائدي. نشوف ونتابع هذا المرور، هذه المحاولة، هذه الكرة. هنا التغطية من عبد الله رمضان، كان ممكن بعد المرور الأول يرسل له كرة عرضية. مهدي قائدي فضل المرور في اللقطة الماضية، بعد ذلك ذهب للحصول على ركلة جزاء. عبد الله رمضان يقول له قوم يا مهدي قوم، هذه النقاط تعنينا أكثر مما تعنيك، لكن المباراة لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. الشوط الثاني الجزيرة شوف التمريرات الخاطئة، شوف الهفوات، وكأن شباب الأهلي يحتاج إلى مثل هذه اللقطات والمساعدات. الكرة إلى زايد العامري، مرتدة إلى عبدالله رمضان، عبدالله رماها، رماها في المكان. الله على التمريرة، وصلت إلى هيرمان، وصلت إلى هيرمان، لو عدى عدى عدى، مرر الكرة بعد ذلك طالت، حاول بالحل الفردي، لكن الله على دفاعات الشباب الأهلي. حلوة التمريرة كانت من رمضان. الكرة بتتحول الآن من جديد، وصلت بعد ذلك في نص الملعب في الجهة اليسرى. تغييرات بالجملة من جانب الفريقين ومن جانب المدربين في شوط التغييرات وشوط حسم النقاط المهمة بالنسبة لفريق الجزيرة. حتى الآن الوقت يمضي ويمر، والمباراة أصبحت الآن صعبة في شوطها الثاني. الله، رأسية تأتي من الهداف توماس، لكن الكرة من النرويجي إلى خارج الملعب. هذا النرويجي الذي ساهم في المباريات الماضية اللي لعب الفريق في كأس الرابطة، وسجل أيضا في بطولة الدوري في مباراة أمام الوحدة. وهنا اللقطة الماضية اللي حاول فيها لعب رقم 18 وتحولت كرته إلى خارج الملعب. جولة الدوري تأتي مشاهدينا كما ذكرت بعد فرحة دولية بفوز أبيضنا الحبيب على منتخب كوريا الجنوبية، وبعد فترة كان فيها الحديث بالتأكيد عن المونديال وعن الملحق وعن القرعة وعن المنتخبات التي وصلت والمنتخبات التي تنتظر. والمدرب الآن يشاهد ويتابع هذه الجولة، والأيام المقبلة بالتأكيد بحاجة إلى الكثير من العمل والكثير من التجهيز والكثير من الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تنتظر أبيضنا في المباراة المقبلة في الملحق أمام المنتخب الأسترالي، والفائز منها سيقابل بعد ذلك البيرو على بطاقة الوصول إلى المونديال والتواجد في مجموعة سيتواجد فيها المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم
الماضية، شوف اللقطة الماضية اللي كانت للهدف، وشايف هنا النظرات على محمد ربيع واللقطة اللي سجلها وتابعها بعد ذلك يحيى الغساني. كرة بترجع، شوف اللقطة، وجهة نظر، نعم المباراة قد تنتهي بفوز الجزيرة، لكن وجهة نظر، كان من المفترض بأن كايزر على الأقل يؤجل التغييرات إلى أن يأتي هدف ثالث، بعد ذلك يبدأ بإراحة من يريد إراحته، إن كان يريد على الأقل أن يستمر الشوط الثاني بدون ضغوطات وأعصاب. بالنسبة للمدرب مهدي علي الآن يجري تغييرات هجومية للحاق بالمباراة، لكن أيضا قد يتساءل البعض لماذا لم يبدأ ببعض اللاعبين على الأقل في هذه المباراة ويبدأ مهاجما، أو على الأقل يبدأ بمساندة أكبر للاعب توماس هجوميا قبل أن يتأخر الفريق بهدفين نظيفين. وبالتالي نشاهد الآن بعض التساؤلات في شوط المباراة الثاني اللي قد تؤثر بشكل أو بآخر على سير هذه المباراة. مهدي قائد الآن في التبديلات في الشوط الثاني، وقف، سيطر، متحرك، أغلب الكرات تصل إليه وتخرج منه بعد دخوله، الكرة تصل إلى بدر الناصر لشباب الأهلي إلى مهدي، لو استلم وقف عدى، لكن بعد ذلك العطاس من بعيد الآن ماجد، سقوط، حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، وصلت إلى رمضان، شوف الهدايا يا رمضان، لا لا لا، هذا العيد بكبرى، هذا العيد بكبرى، لكن الكرة في اللقطة الماضية تصطدم وبتتحول إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، يا لها من هدايا يقدمها لاعبي الجزيرة في الشوط الثاني للاعبي الشباب الأهلي. انظر في منطقة ممنوع فيها الهدايا، تصويبة كانت عن طريق البديل الذي يأتي دان سيلفا في اللقطة الماضية. اللاعب دان سيلفا بالا، الكرة بتتحول الى من مهدي قائدي على القائم القريب، لكن عبد الله رمضان يقطع الطريق، الكرة تصل الان من جديد مرة اخرى في مكان الان باتجاه مهدي قائدي في نص الملعب، المحاولة الان من عيد خميس البديل، عدى، تقدم، الكرة ما زالت معه، ولكن عبد الله ديابي يعود في المساندة، وبالتالي هناك خطأ او ضربة مرمى يشير اليها، ضربة ركنية. ارقام الشوط الثاني خضراء، نتكلم عن الضربات الركنية، شباب الاهلي بشوط الثاني اكثر كرات عرضية، استحواذ في أرضية الملعب، وصول، تهديد، ضغط على حامل الكرة، الجزيرة فقط يعتمد على الكرات المرتدة ولم يشكل تقريبا خطورة واضحة على حسن حمزة في شوط المباراة الثاني. نشوف ونتابع هذه الضربة الركنية لمهدي قائدي، الكرة الثابتة، مهدي قائدي يتقدم، شوط ثاني يتلاعب بأعصاب الجزراوية، رأسية، يا رب اخسف يبقيهم ويبقي الحضور، عرضية من مهدي، رأسية من توماس، لكن سبايدر مان يظهر، اخسف يرتقي، انظر إلى توماس، انظر إلى القفاز الذي يبقي الحظوظ من جديد، علي مهدي مرة أخرى على القائم القريب، لكن رمضان يبعدها، نقترب من آخر 12 دقيقة، مهدي من جديد، قائدي رأسية، انظر إلى مهدي قائدي كيف شكل الهجومي للفريق تغير من نزوله إلى أرضية الملعب، اللاعب الذي تتساءل لماذا يبقى في الدكة، وفي أحيان يبدأ المباراة أساسيا وتتساءل لماذا لا يقدم كل ما لديه من إضافة، وبالتالي نشاهد ونتابع علي خصيف ما زال يبقي على الجزيرة في الشوط الثاني ويتحمل مع المدافعين عبء هذا الضغط الأخضر المستمر. هذا علي خصيف، نشوف ونتابع، لكن المباراة بصراحة لم نكن نتوقع بأن تكون بهذه السرعة وبهذه الإثارة والمتعة، قياسا بتراجع الفريقين نوعا ما عن المنافسة، قياسا بعدم الحضور الجماهير الكبير، قياسا أيضا بأنها أولى مباريات الفريقين في شهر رمضان، أحيانا يكون التأثير بالنسبة للاعبين على المستوى. الكرة بتتحول الآن من جديد مرة أخرى في مكان وليد عباس، بيرسل الكرة، استلم الآن دا سيلفا، بيلعب الكرة إلى مهدي، من بديل إلى
بديل، استلام ودوران، البحث عن مساحة، ماجد بيهندسها، بيرسل كرة إلى هيكل، هيكل في الجهة اليمنى عدى، عرضها، بيرسل كرة لكن الضغط يأتي، لكنها تعود مرة أخرى من جانب المدافع، الكرة ما زالت التصويبة، لكن الكرة بعيدة، الكرة بعيدة في اللقطة الماضية. دخول زايد بواجبات دفاعية من جانب المدرب كايزر، يوسف أيمن في نص الملعب بجانب رمضان. هذا المدرب كايزر استعجل وتورط للشوط الثاني. نعم الجزيرة بحاجة إلى كل نقاطه حتى وإن لم يكن يرى الكثيرون بأن فرصته كبيرة جدا فيما تبقى، لكن عليه أن يقاتل على هذه الفرصة، أن ينتظر بعد ذلك، أن يقوم بما عليه. الكرة بتصل إلى عبدالله ديابي، عبدالله ديابي بيرسل الكرة في نص الملعب باتجاه يوسف أيمن، عادت الكرة من خليفة الحمادي، رمضان لمسة، يوسف أيمن في نص الملعب، الكرة ما زالت بيحافظ عليها والمحاولة المستمرة، والكرة تصل لمصلحة علي خصيف والعودة إلى الخلف، والكرة تعود بعد ذلك. لكن شوط أول قدم فيه الجزيرة شيء من ذكريات الموسم الماضي حقيقة، سيطرة كاملة واستحواذ كامل وفرص بالجملة وهدفين وانضباط والتزام وتوازن دفاعي هجومي. لو قدم ذلك المستوى في بطولة دوري أبطال آسيا المقبلة بالتأكيد سيكون قادرا على تجاوز مجموعته والتأهل. الكرة بتصل الآن في مكان وقوف، هيرمان استلم، هيرمان حظاً بيلعب لكرة، رمضان ممكن يغير، ممكن يغير، عبد الله رمضان لا توصيه، لا توصيه، ربيع عرضية، لكن لمن يا ربيع؟ العرضية بالطول ومرزوق يسقط، وعشر دقائق مرت، وعشر دقائق مرت مشاهدينا متابعينا، أو عشر دقائق متبقية كل ما تبقى من زمن شوط المباراة الثاني. ضغط ممتاز من يوسف أيمن، استخلاص الكرة بشكل سليم، عبدالله رمضان تحرك ديابية، تمريرة، الكرة مقطوعة بيقراها المدافع، الآن الضغط من يوسف من جديد، لكن هيكل، هيكل بيعدي، هيكل بيمر، بيرسل الكرة في نص الملعب الآن عن طريق اللاعب البديل، يشارك الآن دا سيلفا، حافظ عليها، تقدم فيها إلى مهدي قائد، استلم وقف، لكن ربيع يعود، وبعد ذلك مهدي يضغط، وبعد ذلك ربيع يعود، ولكن شوف كل لاعب يتركها للآخر، عرضية تأتي رأسية من يحيى، المدافع زايد يقطع الطريق، تعود بعد ذلك مرة أخرى. يا لها من دقائق، يا لها من إثارة، يا لها من لحظات في شوط المباراة الثاني. شوط تراجع فيه، صعب على نفس الجزيرة، صعب على نفس الجزيرة، كيف سيمر من الدقائق المتبقية؟ الشباب الأهلي يريد على الأقل بأن لا يخسر هذا الرجل في هذه الليلة قبل مشاركة آسيوية تنتظر، ونحن ننتظر بأن يظهر فيها بالتأكيد شباب الأهلي الذي سبق وأن وصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا. يومها كم كان قريبا جدا، يومها كان ذلك الأهلي الذي لا يقهر، الآن الأمور اختلفت وتغيرت، وشباب الأهلي مطالب بالتأكيد مع الشارجة ومع الجزيرة في تحقيق نتائج إيجابية في المجموعات. الآن البديل أحمد جميل اللي سيشارك، بالمناسبة أحمد جميل آخر لاعب حصل على كرت أحمر مع برونو في مواجهات الفريقين، أحمد عبدالله جميل يشارك الآن مكان ماجد حسن كتغيير آخر بالنسبة للمدرب مهدي حليم. سبع دقائق، مهدي قادي يا سلام، لكن الكرة بالخطأ بعد ذلك، رمضان راحت ليوسف أيمن، ممكن المرتدة، ممكن المرتدة، الله على التمريرة، طالت بعض الشيء، طالت بعض الشيء، الكرة على عبدالله ديابي، فكرتها من يوسف لكن التنفيذ هذا اللي يخلي عبدالله رمضان في الكرات الطويلة بالتأكيد مختلف. شوف اللقطة دقة، شوف الجماهير، شوف هذا مينوس مال الجمهور، الكرة بتتحول الآن، يشارك في شوط ثاني، رجع الكرة للملعب، لكن الجزيرة يبغي النقاط في الملعب، رمضان وقف، رمضان سلم، الله على الكرات اللي نتكلم، شوف الدقة، إدريس ممكن العرضية، عرضية تصطدم، تعود الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية تماس، نشوف ونتابع الآن هذه اللقطة والكرة اللي يحاول فيها يحيى الغساني المتراجع إلى الخلف. شوط ثاني مشاهدينا، نقترب من آخر خمس دقائق على الوقت
المتبقي محمد مرزوق في نص الملعب. محمد مرزوق تعود الآن مرة أخرى في نص الملعب الآن على طريق اللاعب هيرمان. سقوط عبد الله رمضان، خطأ على اللاعب البديل دا سيلفا، وقد يكون هناك إنذار. تعرفون شيء الآن ذكرته على 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 طاري الإنذار، على سرعة المباراة وعلى الإثارة وعلى الرتم وعلى الفرص. المباراة ماشية بحلاوة، ما في كروت صفراء، ما في انذارات، ما في نعم في أخطاء نعم، لكن شوف اللقطة، شوف اللعبة، هذه اللقطة. والآن يظهر الإنذار في الدقائق الأخيرة. الجزيرة والأهلي، الدور الأول حكم أجنبي، الدور الثاني بالحكم عمار الجنيبي، الدور الثاني شباب الأهلي بدون آمال في الدوري. شباب فريق الجزيرة يتمسك ويتشبث بفرصة أخيرة وبنداء أخير. النداء الأخير، هل تستجيب يا جزراوي النداء الأخير؟ إن كان لك شيء في هذا الموسم تذكر بأنه سيكون من بعد هذه المباراة، لكن عليك أن تمر أولا، عليك أن تحصل على نقاطها أولا، ثم تنتظر، ثم تواصل الدعوات، الدعوات بأن تأتي هدايا من خدمات الآخرين، بأن يتعثر منافسوك والذين يتقدمونك في جدول الترتيب. لكن قبل ذلك عليك أولا أن تقوم بما عليك. انظروا لمن يقوم بما عليه، رمضان. الكرة إلى خارج الملعب، باقي 4 دقائق مشاهدينا متابعينا. شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء والإثارة المستمرة، تغييرات، تبديلات، تحسن شباب الأهلي، قلص الفارق، أضاع فرصا، تألق على خصيم. الجزيرة يحاول في بعض الكرات المرتدة، والآن ضربة ركنية عن طريق أحد نجوم هذه المباراة عبد الله رمضان، وإن كانت هناك بعض التمريرات الخاطئة من عبد الله. الكرة بتتحول إلى في الجهة اليسرى في مكان إلى عبد الله ديابي. رمضان استلم، يوسف أيمن في نص الملعب، مراقب، متابع، تمريرة بينية باتجاه رمضان، لكن يفقد عبد الله رمضان. لا تستغل في اللقطة الماضية الضربة الركنية، وبالتالي بتضيع وبتتحول لمصلحة فريق شباب الأهلي. شباب الأهلي نشاهد ونتابع الآن من يحاولون على الأقل في أن يعودون ولو بنقطة من هذا المكان. الكرة بتصل الآن في نص الملعب في مكان الآن من جديد باتجاه عبد العزيز هيكل اللي يتقدم. 3 لاعبين هناك، مهدي قائدي يطلب الكرة، يطلب الكرة، وصلت إلى مهدي قائدي. دورة بيرسل الكرة في نص الملعب في مكان الآن، الكرة بتتمرر، عيد خميس إلى هيكل في نص الملعب. فريق الجزيرة صار يدافع حتى بالمقيم هيرمان أو حتى بزايد العامري. الكرة الآن بتصل، ديابي يعود إلى واجباته الدفاعية وبيشتت الكرة أو بيرسلها إلى ربيع اللي بدوره بيلعب الكرة إلى هيرمان، مراقب من وليد عباس. هيرمان يضغط، خطف هيرمان، هناك خطأ، هناك خطأ. يسابقون الزمن، يحاولون التعادل من بعيد. هيكل يتقدم أقصى اليسار، وصلت بعد ذلك إلى بدر ناصر. بدر ناصر طلب الكرة من دا سيلفا اللي وقف، اللي مرر. بدر ناصر يعيد الكرة إلى عيد من بعيد، عيد من بعيد قوية يا رب. حارس المرمى علي خصيف كان أحد نجوم الشوط الثاني. عبد الله رمضان اللي سيطر حتى كرة الهدف، صدها علي خصيف. الكرة اللي اصطدمت في محمد ربيع صدها، شالها، أبقاها في الملعب، لكن المتابعة كانت من يحيى الغساني بدون أي رقابة. والكرة بتتحول الآن باتجاه مرزوق. مرزوق بيرسلها كرة في مكان لشباب الأهلي، ولكن هذه الهفوة في التمريرة، يضطر بعد ذلك هيكل من جديد مرة أخرى. دا سيلفا تحرك، مهدي، انطلق دا سيلفا، وقف، حاول، مرر، يحيى الغساني، ممكن العرضية، العرضية قد تأتي الآن، لكن التغطية والكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. أحمد جميل اللي شارك، أحمد عبد الله، والكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، قد تكون خامسة، قد تكون كذلك. هذا توماس يريد رأسية أخرى، بعد رأسية مرت بجوار القائم ورأسية أبعدها حارس المرمى علي السيف، يريد ثالث
ثالثة ثابتة، عرضية تأتي، رأسية تصطدم، الكرة تعود مرة أخرى من جديد في الجهة اليسرى، وصلت إلى هيكل، هيكل بيرسل الكرة في مكان إلى بدر، بدر ناصر بيلعب كرة في نص الملعب طويلة وأمامية في مكان حارس المرمى، ممتاز في الخروج والتوقيت، علي خصيب يكسب وقت، باقي دقيقة على الوقت الأصلي وينتهي شوط المباراة الثاني، الشوط الذي استعجل فيه كايزر بتغييراته وكلفه ذلك بالتأكيد أعصابا وتوترا وضغطا حتى نهاية هذا الشوط. رمضان تقدم، هناك خطأ لمصلحة عبد الله رمضان، خطأ لمصلحة عبد الله رمضان، تنتظر بالتأكيد أن يكتمل صفوف الفريقين، أن تكتمل باللاعبين الغائبين بالنسبة للشباب الأهلي، تتكلم عن حارب، تتكلم عن عموري، تتكلم عن كارتابيا، تتكلم عن ماجد ناصر في الجزيرة، جاهزية مبخوت أيضا، وعودة اللاعب سالم راشد، عودة تراوري، عودة خلفان، عودة كوليبالي، كل هذه الأسماء مهمة جدا فيما تبقى من الموسم، يحتاجها الفريقين دوري أبطال آسيا في الأيام المقبلة، وخمس دقائق كوقت بدل ضايع، ورمضان يرتكب خطأ، خمس دقائق وقت بدل ضايع. خلنا نشوف الشرجوية والنصراوية، لا خلاص شارجة خلصها، حط الثاني هناك عن طريق ميلوني، وبعد ملنقو ضيع ركلة جزاء، الكرة بتتحول إلى، الكرة بتتحول في الجهة اليمنى، في هذه اللحظات يحاول شباب الأهلي لكن الكرة بتتخلص، وصلت إلى عبد الله رمضان، رمضان في نص الملعب إلى زايد، زايد إلى رمضان، رمضان مرة أخرى إلى زايد، مراقب متابع، خطف زايد قاتل عليها لكن هناك خطأ، يا مكثر الأخطاء اللي بدأت الآن في الدقائق الأخيرة. كايزر انظر إلى الملامح، تستطيع، دائما يقولون للكلام معنى وللأفعال عواقب، ماذا فعلت بفريقك في الشوط الثاني يا كايزر؟ بعد شوط أول مثالي شهد فيه الجزراوية فريق العام الماضي وبطلهم الذي افتقدوه في هذا الموسم، الكرة بتتحول مرة أخرى ولكن بمبدأ السلامة، البديل زايد سلطان يبعد الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، أربع دقائق متبقية، الوقت يمر، شباب الأهلي ومهدي قائدي بيرسل الكرة إلى أحمد عبد الله اللي يحاول مع عبد الله إدريس، وقف حاول سيطر، بيرسل الكرة في مكان عيد خميس، البدلاء لكن خليفة الحمادي يقطع الطريق، رمضان يحاول، الكرة ما زالت حائرة، تعود الآن إلى زايد، نسلها، يا سلام يا سلام يا هيرمان، زايد الآن فرصة الثالث، رمضان ممكن هناك لكن تأخر، أراد أن يكسب فيها بعض الوقت، لا يا عبد الله ليس بهذا الشكل، الكرة ضاعت من مرتدة كان من الممكن تحويلها، هل شعر بالتعب فعبد الله رمضان؟ شوف الآن خطف هرمان، يستاهلها هرمان، يتقدم، مستحيل هو اللي خطفها، رمضان صنعها، حارس المرمى حسن حمزة يظهر الآن في الوقت بدل الضايع ويقول للاعبين عودوا ولو بنقطة عودوا، ماذا أضعت يا هرمان، ماذا أضعت يا مقيم؟ الكرة بتتحول الآن في نص الملعب بعد مجهود في اللقطة الماضية، قطعها، الكرة بتتحول، هل يعاقبونهم؟ مهدي الآن لمسة، يريدها مهدي، تصويبة تأتي، الكرة مقطوعة وبعد ذلك بتتخلص من جانب البديل اللي يبعدها، في يا سلام على الثقة، يا سلام على الهدوء، هذه لعبات زايد الآن سلطان اللي يتقدم ويتلاعب ويكسب وقت، وشوف الآن كايزر، شوف الآن المهدي علي، شوف الآن اللاعبين الذين خرجوا يقول لك المباراة كانت سهلة، ليش تورطنا، ليش تعقدت، لكن هذا الدوري، لا تبغي الدوري عليك أن تتحمل الظروف، عليك أن تتحمل الأوضاع، رحلة السفينة ليست هادئة، هناك بعض الصخور ويا لها من صخرة في الشوط الثاني، عليك أن تتحملها، الكرة بتتحول الآن هيرمان البديل، الكرة وصلت، باقي دقيقتين
فيها لشباب الأهلي، ولا الجزيرة خذ النقاط الثلاث وقلص الفارق مع المتصدر. نشوف ونتابع، لكن مباراة ممتعة، سهرة رمضانية نعم بين الفريقين، شوط بشوط، وما زال شباب الأهلي من بعيد. دا سيلفا إلى أحمد عبد الله، ممكن العرضية، ممكن العرضية، عدا، ما زالت المحاولة تصويبة ولكن بعيدة. دا سيلفا بعيدة يا بالا بعيدة. هذا كايزر، هل تتنفس الصعداء؟ لا تكرر الأخطاء يا كايزر، لن تنجو في كل مرة، نعم لن تنجو، لن يكون خصيف هنا دائما، نعم، لأن علي خصيف تصدى لكرات مهمة، والمخرج وكأنه يعرف بأن هذا الضغط يبدو واضحا على الملامح. كايزر يبدو واقفا حتى الآن، مستمرا في انتظار صفرة حكم المباراة. الثواني تمر والحذر دائما أفضل من الندم. الشوط الثاني مشاهدينا، حاول الشباب الأهلي أن يقلص الفارق، أن يعود، أن يعدل، قلص الفارق لكنه لم ينجح في التعديل. بعض الكرات المرتدة للجزيرة والتي لم تستغل، لكن هذه واحدة قد تكون أخيرة. هيرمان وقف، حافظ عليها، تقدم فيها، عرضها، الكرة تأتي، تصويبة يا رب، متابعة من زايد، ما زالت المحاولة والفرصة القائمة. يوسف أيمن بيرسل الكرة إلى ربيع، ماذا ينتظر ربيع؟ في اللقطة الماضية يتأخر، الوقت بدل الضائع ينتهي، الصافرة تجعل الجزراوية يتنفسون الصعداء، لديهم لقب لا يريدون التنازل عن حامل اللقب، يعود مرة أخرى إلى أجواء المنافسة ويقلص الفارق ويعلنها، ما زلنا موجودين، لدينا لقب ولن نتنازل عن حتى آخر لحظة. الجزيرة يمر من المحطة المهمة جدا وينجو بنقاطها ويحصل على 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري. مبروك للجزراوية، حظ أوفر لشباب الأهلي. دورينا مشاهدينا يستمر بمنافسة ثلاثية أصبحت الآن واضحة في الأسابيع الأخيرة، بانتظار تكملة مباريات هذه الجولة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية محدثكم فارس عوض، على أمل بأن نلتقي في مناسبات أخرى، وعلى أمل بأن يتوفق الفريقان إلى جانب الشارجة في مناسبة دوري أبطال آسيا المقبلة. إلى ذلك الحين هذه تحيتي، والكلمة تنتقل للزميل طارق الحمادي، تفضل لك الكلمة.